أطيب وأجمل التحيات إلى جميع مشاهدي الجديدة بلبنان والعالم. رحب بالجميع بالنقل الحصري والمباشر ودائما عبر شاشة الجديد. اليوم ختام الأسبوع 19 من بطولة لبنان بمباراة هي هامة جدا بالنسبة لفريق الرسنج وبالنسبة للأنصار أيضا. اليوم الرسنج ممكن يكون الفريق المستفيد الأول بعد تعادل العهد مع شباب الساحل اليوم أمس، لأنه في حال فوز الرسنج اليوم فعلا رح يستفيد، رح يقدر يقلص الفارق بينه وبين النجمة من ناحية النقاط 3 نقاط، والأنصار الباحث عن نفسه هو موجود بالمركز السابع. يعني بكل بساطة منه بفرق النخبة، بده يحاول يسعى انه لا يكون موجود بين الفرق الست الاولى. هيدي هي امنية الأنصار. يعني بكل تأكيد جمهور الأنصار عم بقول للأسف انه امنية الأنصاريين يكون موجود بفرق الست للنخبة وسط دخول الفريقين بهالوقت الى ارض الملعب. الأنصار باللباس الاخضر، الرسنج باللباس الازرق، والطاقم التحكيمي ايضا، والمصافحة الاعتيادية ما بين لاعبي الرسنج والطاقم التحكيمي ولاعبي الأنصار بنفس الوقت. إذا مباراة منتظرة أن تكون قوية بين الفريقين، على الرغم من أنه بمباراة الذهاب قدر الأنصار يهزم الرسنج بثلاث أهداف مقابل لا شيء. هي نتيجة بالتأكيد مفاجئة لكل مين عم يسمعها حاليا، لأنه بكل بساطة فريق الرسنج عم يحتل المركز الرابع بينما الأنصار بالمركز السابع. سريعا إلى تشكيلة فريق الأنصار. لاري مهنا بحراسة المرمى، أنس أبو صالح بمركز جديد كظهير أيسر، إلى جانبه حسين السيد، راموس جونيور وحمزة عبود، بخط الوسط نبيل بعلبكي، وسام صالح، محمد السباعي. أما بخط الهجوم على الطرفين محمود كوجك وقاسم أبو خشفة ورودريجو لوبيز كمهاجم وحيد. مجددا الأنصار عم بيكون موجود تيلعب على أرضه أمام أحد فرق المقدمة. على مقعد احتياط فريق الأنصار حسن مغني، الحارس الاحتياطي محمد حمود، قاسم ليلى، محمد عطوي، محمد مهدي، برينس أدولفوس ومحمد باكر أيوب. بالتأكيد الفريقين عندهم غيابات بمباراة اليوم رح نتحدث عنها، إن كان من جانب الرسنج وإن كان من جانب الأنصار. ولا شك يعني جمهور النجمة عم يوجد نفسه للمرة الثانية على التوالي أنه مشجع للأنصار اليوم من أجل الفوز على الرسنج وتسهيل مهمته بإحراز لقب البطولة. إذا بتشكيل فريق الرسنج، حسن حسين بخط الدفاع، موجود هيثم خدوج، بريشيوز، إبراهيم أبو جبل، عمر حلوم، بخط الوسط حسن قلاد، ديريك، محمد مطر، علي فياض، وبخط الهجوم سيرج سعيد وبر رستم. استراتيجية 4-4-2 رح يعتمدها اليوم ليبربالا مدرب الرسنج، المدرب القدير اللي عمل نقل نوعية مع فريق الرسنج من الموسم الماضي إلى هالموسم. وأيضا مقعد الاحتياط علي الحارس، أحمد طراد، عدنان ملحم، ومع عودة هداف البطولة إلى مقعد احتياط الرسنج ريان سمعان، حسن خاتون، إلي عواد وزهير مراد، عدة غيابات. إذن اليوم رح تشهدها تشكيلة فريق الرسنج. الحكم الرئيسي اليوم بهالمباراة جهاد غريب، المساعد الأول علي سرحال، المساعد الثاني علي المقداد، والحكم الرابع علي سلوم. يعني عدة غيابات شربة رح تشهدها اليوم تشكيلة الرسنج. علي بلوط عم بيغيب عن تشكيلة فريقه بسبب الإصابة، بالإضافة إلى حسن خاتون أيضا بسبب الإصابة، لسينا سورو، محمد رعد بعد ما نالوا الإنذارات الصفرة 3، بالإضافة إلى علي حمية لأجرى عملية الرباط الصليبي، وزهير مراد أيضا عم بيغيب عن التشكيلة، وطارق حلوم بالتأكيد هو غائب عن تشكيلة فريقه. بالوقت يلي الغيابات عن التشكيلة الأساسية لفريق الأنصار هي غيابات اختيارية. ليش؟ لأنه محمد حمود يلي تعودنا نشوفه بمركز الظهير الأيسر مرة جديدة عم يكون على مقعد الاحتياط. زوران بيسيتش ما عنده ثقة يبدو بهاللاعب كلاعب أساسي، وهو الأمر يلي شكى منه لاعب بالفترة الأخيرة. برينس أدولفوس هداف فريق الأنصار صاحب الخمس أهداف يلي سجل بالمباراة الأخيرة أمام الصفا، موجود أيضا على مقاعد البدلاء بسبب إصابة طفيفة. واحد من اللاعبين أيضا اللي تعودنا نشوفهم بشكل أساسي بالفترة الماضية محمد باكر أيوب ما رح يبدأ المباراة، لأنه زوران بيسيتش اختار مرة جديدة كمان يوضع على مقعد الاحتياط ويشرك محمد سباعي مع الكرة الأولى الأنصارية. ضربة البداية تحركت من الفريق الأخضر صاحب الضيافة بمباراة اليوم، بالوقت يلي الرسنج بالتأكيد بده يقدر يستفيد من هالمباراة ليقلص الفارق مع النجمة إلى 3 نقاط. في حال فاز الرسنج اليوم رح يكون المستفيد الأكبر بعد النجمة بهالمرحلة، لأنه النجمة بيمرق 39 نقطة منذكر الصفا 35، العهد 34، بينما 33 نقطة للرسنج. مع كرة أولى وفي راية كان في تسلل على بور رستم، الوقت يلي زوران بيسيتش مدرب الأنصار عم يبحث عن فوز على أحد الكبار. وأيضا بالوقت اللي موجود على مقعد الاحتياط، اللاعبين اللي سجلوا
هدفين بمباراة الذهاب. عم نتحدث عن محمد حمود وايضا محمد باكر ايوب، عم يكون موجودين على مقعد الاحتياط. بالجهة المقابلة ابرز غيابات الرسنج لسينا سورو اللي سجل 10 اهداف، بالاضافة ايضا لعدنان ملحم بالهناك بهالوقت، هناك فرصة لمصلحة الأنصار مع التسديد إلى خارج أرض الملعب. إذا لسينا سورو سجل 10 أهداف في شربل، بالإضافة إلى عدنان ملحم 22 هدف من أصل 29 هدف سجلوا الرسنج بالبطولة. يعني فقط هناك 6 أهداف سجلوا من اللاعبين، أو 6 أهداف سجلوا من لاعبين فريق رسنج بالوقت اللي كان هناك هدف سجل خطأ بمرمى الرسنج. يعني تخيل محمود نسبة فريق رسنج بالتسجيل أو الأهداف يلي موزعة على اللاعبين هي قليلة جدا. بتشكيلة اليوم حسن قليات سجل هدف، محمد مطر سجل هدف، سيرج سعيد سجل 3 أهداف، هؤلاء فقط اللاعبين يلي سجلوا أهداف لفريق رسنج هالموسم وهن موجودين بالتشكيلة الأساسية. بالوقت يلي حسن قليات عم يتلقى إنذار بعد خطأ ارتكبه على أنس أبو صالح، أول إنذار بالمباراة لكابتن فريق رسنج. بالإعادة رح نشوف الخطا يلي ارتكبه ليت انس ابو صالح، كان متجه صوب الكره وحسن ليت تدخل مباشره على قدمه. قرار صحيح من الحكم جهاد غريب يلي رفع الانذار سريعا بوجهه لحسن ليت. مباراه بالتاكيد منا سهله على الرسنج، لكن الرسنج اذا طموحاته بعد نفسه، اذا رغبته بعد نفسه باحراز اللقب، ما عنده حل غير انه يفوز بمباراة اليوم. مع راموس جونيور عم يلعب الكرة طويلة مقطوعة من درك، بتروح لرمية التماس لمصلحة الانصار عند حمزة عبود. بدهم يكونوا منتبهين كثير فريق الرسنج. محمود كوشك ايضا واحد من اللاعبين يلي سجلوا بمباراة الذهاب، موجود بالتشكيل الاساسي لفريق الانصار، اضافة لرودريجو لوبيز. يمكن عنده حرية اكبر اليوم بغياب برينس لانه يخترق المنطقة، يلعب داخل المنطقة ويسجل اهداف على الكرة الطويلة والرأسية ايضا مقطوعة مرة جديدة في دربك داخل منطقة جزاء الانصار، بتروح الكرة لرودريجو لوبيز صاحب المهارات. رودريجو بحماية هيثم خدوج، ابراهيم ابو جبل، الكرة عم تخرج الى ركلة ركنية. ركلة ركنية لفريق الانصار هي الاولى بمباراة اليوم. محمد سباعي بيلعب الركنية إلى داخل المنطقة والرأسية عم يبعدها حسن حسين. خطرة كانت هالكرة، خطرة كانت هالكرة من فريق الرسنج أو من فريق الأنصار على مرمى الرسنج. يعني واضح شرب الفرق عم تعاني من مهاجمين، أغلب الفرق بلبنان في معاناة، مثل ما عم نشوف يمكن مهاجم فريق الأنصار محمود كوشك عم بسجل فقط هدفين، بالإضافة يمكن إذا ما نذكر بعض المهاجمين ببعض الفرق أيضا الأهداف قليلة. عم نشوف خط الدفاع هو اللي عم يسجل، خط الوسط هو اللي عم بيكون معه الأهداف الكثيرة، وهذا أمر يمكن بفسر المشكلة الهجومية بمنتخب لبنان. لفترة طويلة كان المنتخب عم يفتش على مهاجم على مستوى عالي قبل ما يكتفي بوجود محمد غدار وسوني سعد المحترف مع كانساس سيتي بالولايات المتحدة الأمريكية. على امل طبعا نشوف احد المهاجمين يلي بيلعبوا بملاعبنا المحليه عم يتالق، ليش لا عدنان ملحم واحد من هاللاعبين، ليش لا نشوفه اليوم عم بيشارك بالشوط الثاني ويعود ليجدد علاقته مع الشباك. 12 هدف سجلهم متصدر هدافي الدوري اللبناني لحد الوقت، ورغم غيابه يعني يمكن هذا الامر بفسر المشكله، رغم غيابه لفتره طويله بسبب الاصابه لا يزال عدنان ملحم هو متصدر الهدافين وبنفس رصيد من الاهداف 12 هدف. فعلا يعني هذا امر مفاجئ. مع درك كره طويله باتجاه بورستوم امام اختبار جديد وامام فرصه جديده لاثبات نفسه، بتروح الكره عند حسن قليط منه لعمر حلوم عم يعود شقيقه طارق بهالمركز مركز الظهير الايمن. ساش سعيد ايضا كره سريعه باتجاه حسن قليط معه نبيل بعلبكي، الصراع بين قائدي الفريقين لمين رح ينتهي، عم ينتهي لمصلحه نبيل بعلبكي وبمؤازره دفاع الانصار عم يبعد الكره، بتبقى انصاريه بتبقى خضراء مع محمود كوشك والكره عم تنقطع من امامه لكن ما خطا. قاسم ابو خشفي امامنا تعودنا ايضا نشوفه بالشوط الثاني. زوران بيسيتش عم يعطيه فرصته اليوم تلعب بشكل اساسي. يعني حتى مشكله الهجوم محمود يلي كنت عم تتحدث عنها منا مشكله تنحصر فقط بالمهاجمين المحليين. رودريجو لوبيز نتذكر كثير منيح عندما وصل الى صفوف الانصار كان عم يسجل بدايه قويه كثير وعم يسجل هدف بمباراه الاولى قبل ما ينطفي تماما. الامر غريب ومستغرب بالوقت يلي كره عرضيه الى داخل منطقه جزاء الرسنج عم تنقطع بتبقى عند وسام صالح، لكن في صافره مره جديده. درك خطأ لمصلحته فعلا، والدليل القاطع على كلامنا يعني احد افضل الفرق بلبنان مثل النجمي والصفا افضل فريقين، شاهدنا يمكن بالاسبوع الماضي واحده من اجمل المباريات.
هداف فريق النجمة هو عباس عطوي، وهداف فريق الصفا حمزة سلام، واللاعبين بيلعبوا خط الوسط. بالوقت يلي محاولة جديدة عند علي فياض لفريق الراسينج، علي فياض عم يبرم حول نفسه اللي برقابة حمزة عبود دائما. علي فياض، حمزة عم ينجح باستخلاص الكرة، سيرج سعيد عم يعود ايضا ليساعد، تبقى الكرة مع علي فياض، عم يحاول يمر علي فياض بمهاراته، عم يلعب الكرة ارضية خطيرة جدا للراسينج، الكرة مع سيرج سعيد في حال سدد، بهيئ الكرة لدارك، دارك ايضا، دارك ضاع، دارك ضاع، دارك ضاع، ضاع دارك، ما عرف شو بده يعمل بالكرة ابدا. بالوقت يلي هجمة الراسينج كانت سريعة وبتحتاج للتمرير السريع، لكن عمر حلوم هو عم يعود عم يلعب الكرة عرضية باتجاه دارك، فرصة خطيرة للراسينج، دارك مرة جديدة، دارك عم يحاول يسدد لكن تسديدته ضعيفة مرة جديدة، في بطء عند اللاعب النيجيري بالتصرف بالكرة إن كان على مشارف منطقة جزاء الأنصار أو داخل المنطقة. رودريجو عم يحاول يرد، رودريجو لوبيز سريع عند ما يلعب على الطرف بمواجهة هيثم خدوش، ممكن يستفيد من سرعته، بعيد الكرة للخلف عند حمزة عبود، حمزة مجددا الكرة عند محمد سباعي وارتان، كرة على الجهة اليمنى عند رودريجو لوبيز، شو ممكن يعمل بهالكرة؟ رودريجو بيلعب الكرة العرضية قوية جدا، الكرة بالرأس كانت من قاسم أبو خشفي أو محمود كوجوك، محمود كوجوك هو يلي لعب الكرة الرأسية. محاولات الأنصار جدية ببداية اللقاء، ولا شك عندهم جدية كتير كبيرة الأنصار بمباراة اليوم، لأنه هن بحاجة للنقاط الثلاثة، بحاجة أنه يعودوا للواجهة من جديد. ليش أكثر من هيك؟ لأنه بكل بساطة المرحلة العشرين رح تشهد مباراة منتظرة ومرتقبة، هي الديربي الكرة اللبنانية بكل تأكيد. عم نتحدث عن مباراة النجم والأنصار، يعني الأنصار بده يحاول يفوز اليوم، بده يحاول يعلي معنويات لاعبينه قبل الدخول على مباراة منتظرة من أجل تلميع صورته بكل تأكيد للأنصار اللي عم يفتقدها بشكل كتير كبير بهالموسم. بالوقت اللي رودريجو بيحاول يمر بهالكرة، انما الكرة بتروح من حمزة عبود الى خارج ارض الملعب، رمية تماس لمصلحة فريق الراسينج. لا شك انه اليوم الراسينج يعني بوضع لا يحسد عليه تماما، العديد من اللاعبين غايبين عن تشكيلته، ابرز اللاعبين لسينا سورو واحد من اللاعبين الخطرين، هو دائما بيلاقي طريق الشباك. صحيح انحلت مشكلة عدنان ملحم بالفترة الأخيرة، عانى ببعض الأحيان الراسينج، إنما من بعدها قدر لسينا سورو يأخذ الأمور على عاتقه. أيضا مع راموس، راموس تقدم بهالكرة مع الدقيقة التاسعة، راموس بيلعب كرة طويلة باتجاه رودريجو، تنقطع الكرة من أمامه لرودريجو من هيثم خدوج، بتعود الكرة أنصارية مش طبق طويل، مرة جديدة مع الأنصار مع محمد سباعي، بيلعب الكرة الأمامية إنما سهلة جدا بين يدي حارس مرمى الراسينج حسن حسين. عم نشوف بالإعادة هالتدخل كان من علي فياض على حمزة عبود، لكن الأخير عم بيطالب بخطأ لمصلحة فريقه. أيضا مع راموس، سير سعيد ما بينجح أنه يحصل على الكرة، بتعود الكرة لراموس البرازيلي، كرة طلع عند أنس أبو صالح، عم يلعب على الظهير الأيسر أنس أبو صالح، هيدي أول مرة بشوفه لأنس عم يلعب بهالمركز، ما بعرف قديه ممكن ينجح أنس أبو صالح انه يشغل هالمركز بالنسبه للانصار. يعني انس موجود صالح مركزه الاساسي هو بقلب الدفاع، بفتره من الفترات شفناه بمركز الظهير الايمن، عاد لمركزه الحقيقي بالمباراه امام الصفا، واليوم مركز الظهير الايسر. هذا المشكله عم بيعاني منها ايضا مثل ما ذكرنا، يمكن فريق العهد ايضا عم بيعاني من نفس الامر، وخاصه على مركز الظهير، انما بوجود محمد حمود على مقعد الاحتياط ما بعرف ممكن كل الامور محلولة بالنسبة للأنصار، وخاصة بالمركز الظهير الأيسر مع الكرة لمصلحة الراسينج، الكرة داخل منطقة الجزاء، إنما سهل جدا بتكون بين يدي لارم هنا اللي أخطأ خطأ مميت تماما بالأسبوع الماضي بمباراة الأنصار والصفا، واللي من خلالها قدر الصفا يفوز بنتيجة 2-1 أو الأسبوع ما قبل الماضي. هذا مع محمد سباعي، كرة بتنقطع، بتعود الكرة لمصلحة الراسينج مش لوقت طويل، بيستخلص الكرة رودريجو، واضح بشكل غير قانوني كان رودريجو عم يحصل على الكرة، بكل تأكيد عم يعترض اللاعب البرازيلي مع بريتشوز، كرة أمامية باتجاه بول رستم، بول بيحاول يمر لوحده، بول رستم صعب المرور باللقطة الأخيرة، كان عم يعمل أمر صعب بول رستم، كرة بتنقطع من حسين سيد، دائما عنده حضور بخط دفاع الأنصار،
لاعب التضامن سور السابق مع لاري مهنا. لاري كرة طويلة من لاري تنقطع بتعود الكرة لمصلحة الراسنج. ديريك بيحاول يمر بهي الكرة بيطالب بخطأ فعلا خطأ لمصلحة ديريك. بالوقت اللي وسام صالح بتقدم ليأخر تنفيذ الكرة لمصلحة فريق الراسنج. الوقت اللي حسن قليط يخطئ بها الكرة بتعود الكرة أنصارية مش لوقت طويل مع وسام صالح بيحاول يعيدها لمصلحة الأخضر. أيضا سيرج سعيد سيرج البعيد عن مستواه هلا حيظهر سيرج سعيد بمباراة اليوم لأن بكل بساطة اليوم الراسنج بحاجة لمجهود أي لاعب على أرض الملعب يكون مضاعف. الوقت اللي عم نشوف التدخل باللقطة الأخيرة أيضا مع التسديدة من بريتشوز عم نشوف بريتشوز عم يتقدم لوسط الملعب يعني عم يعمل بعض المجازفات. بريتشوز بالوقت اللي حمزة عبود بيحاول إبقاء الكرة داخل أرض الملعب ما بينجح بها الأمر. حمزة عبود واحد من اللاعبين اللي عم بيقدموا مستوى ثابت بتشكيلة الأنصار أيضا مع بريتشوز. محمد مطر مطر بيلعب كرة طويلة أمامية نبيل بعلبكي المخضرم يعني نبيل بعلبكي مر على العديد ولعب مع العديد من الفرق اللبنانية حتى من باب المزاح يعني كنا عم نسأله لنبيل بعلبكي سؤال بعكس ذلك تماما مع أي فريق ما لعبت بلبنان. بالتأكيد كانت ابتسامته عريضة لنبيل بعلبكي. بالوقت سير سعيد بيلعب كرة أمامية باتجاه برستم مقطوع الكرة عند حسين سعد حسين سيد هذا المحاولات أنصارية اللاعب عم ينحصر ينحصر بوسط الملعب. الوقت الأنصار عم يبحث عن أي ثغرة للدخول منها أيضا مع وسام صالح طريقة الوانتول الحكم بيأمر متابعة المباراة ما بيوجد خطأ لمصلحة الأنصار. بوقت الحسن قليط حسن قليط بيقف على كرته بيلعب كرة أمامية باتجاه بور رستم إنما مفروض من بور رستم يكون موجود أمام اللاعب المدافع صحيح مش بأحضانه إنما لا استقبال أي كرة أيضا مع الكرة الطويلة هناك لمسة يد واضحة. هيدا هو جمهور الأنصار عم يحضر بأعداد لا بأس فيها نسبة للمباريات السابقة ما بعرف إذا هيدي بروفا رح تكون قبل مباراة القمة المنتظرة مع النجمة. بكير الحديث على أنه مباراة الأنصار والنجمة رح تقام بجمهور أو بعدم حضور الجمهور إنما كل المعلومات تشير على أنه المباراة رح تقام بحضور الجمهور. أيضا مع لاري مهنا بيلعب كرة طويلة للأمام إنما الكرة بتنقطع وبتعود الكرة لمنطقة الأنصار. حمزة عبود رح ينفذ رمية التماس لمصلحة فريقه بالوقت مع حسين سيد يعني هناك بطء عم بيكون موجود على أرض الملعب بتحرك بعض اللاعبين. الوقت اللي بتدخل بور رستم لا يقطع الكرة. دخلنا على الدقيقة 15 والنتيجة لازالت التعادل السلبي بين الفريقين يلي أبدا ما بيخدم فريق الراسنج اليوم. بالتأكيد الراسنج بحاجة لهدف سريع بحاجة لأنه يفرض سيطرته وحضوره بشكل أكبر بالمباراة وخصوصا أنه الأنصار عم شوفه الأكثر استحواذا على الكرة كان الأكثر جدية أيضا بمحاولاته باتجاه مرمى حسن الحسين مع كرة أنصارية جديدة على الجهة اليسرى. محمود كشك عم يحاول يستلم في حال سدد بعيد. محمود كشك ممكن يعمل الخطورة عم بيسدد عم ترتد من دفاع الراسنج وكرة عند حسن حسين سريع عن الراسنج أو سريع عن الأنصار عم ينتقل كان للهجوم بالكرة الأخيرة وحسن الحسين يلي مغير رقمه اليوم عم يرتدي القميص الرقم 99 رغم أنه يعتبر الحارس الرقم واحد بصفوف فريق الراسينج. كان قدم مباراة أكثر من جيدة أمام شباب الساحل بالمرحلة الماضية مع راموس جونيور بمواجهة بورستون بيلعب الكرة الطويلة لحمزة عبود كرة مقطوعة مرة جديدة
هالمرة من هيثم خدوش تبقى أنصارية مع رودريجو لوبيز يلي عاد لممارسة هوايته المفضلة التواجد على طرف الملعب. بفضل أكثر يلعب على الأطراف رودريجو لوبيز من أنه يكون بالمحور كرأس حربي مع سيرج سعيد. سيرج كرة مقطوعة عند وسام صالح. وسام أيضا كرة طويلة مش لحدا أبدا. حسن حسين عم ياخد كل وقته. مع حسن حسين كرة طويلة مقطوعة بالرأس من دفاع الأنصار. بتروح لهيثم خدوجة أيضا برأسه لسيرج سعيد. سيرج بدهم ينتبهوا كتير منيح مدافعي الأنصار من سيرج سعيد. يبدو ليبور بالا عم يعطي حرية بالتنقل لسيرج سعيد بمباراة اليوم. عم ينتقل من الطرف الأيسر إلى الطرف الأيمن وأيضا عم يحاول يكون بمكان ما بخط الوسط خلف بورستوم تماما. خطأ لمصلحة الأنصار تنفذ بسرعة عند راموس. محمد سبيعي راموس جونيور مرة جديدة. رودريجو لوبيز وسام صالح من لمسة واحدة جميلة الكرة باتجاه حمزة عبود يلي ممكن يسدد تسديدة رائعة. رائعة جدا التسديدة كانت من حمزة عبود. فكرة ولا أروع بيستاهل إنه كان يسجل من هالتسديدة يلي عم تخلي جمهور الأنصار يولع بهاللحظات. حمزة عبود بعد كرة جميلة أمامية من وسام صالح ما لطر حدا سدد على الطاير وكاد يخطأ لحسن حسين ويهز شباكه. ممتازة هالمحاولة الأنصارية. مرة جديدة الأنصار عم يقول أنا موجود أنا حاضر على ملعب بيروت البلدي على أرضي بدي أخذ ثلاث نقاط. خسارتي أمام الصفا كانت صدفة بالنسبة لألي. اليوم مباراتي مرة جديدة بدي أعرقل أحد الكبار بدي أكرر فوزي على الرسينج مثل ما عملت بمباراة الذهاب عندما سجلت ثلاثية وهزيت شباك الفريق الأزرق القلعة البيضاء مع ركلة حرة وخطأ لمصلحة الرسينج عند بريشوس. بحرك الكرة لوسط الملعب محمد مطر أيضا كرة أمامية طويلة باتجاه سيرج سعيد. شوفوا سيرج سعيد بكل الملعب موجود. قبل شوي شفناه على الطرف الأيسر هلأ صار موجود على الطرف الأيمن. بالتأكيد ليبور بالا بده يستفيد من كل إمكانات اللاعب الدولي سيرج سعيد لأنه يقدر يفيده أكثر وأكثر بخط الهجوم بظل النقص الكبير بالمهاجمين يلي عنده. بالوقت يلي قاسم ابو خشفي عم يستلم بوسط الملعب بصراع مع ديريك. ديريك عم يستخلص الكره لكن مع خطا. محمد مطر منه راضي ابدا. تاكيد هي مباراه يعني مميزه بالنسبه لمحمد مطر. لاعب نشا مع فريق الانصار لعب مع فريق الانصار دافع عن الوان فريق الانصار وهلا موجود مع الرسينج. حمزه عبود كره مقطوعه من علي فياض. علي تاكيد غياب محمد رعد عن الجهه اليسرى لفريق الرسينج هو مؤثر جدا. محمد رعد واحد من اللاعبين الموهوبين وايضا بيقدر يشارك بالحاله الهجوميه بشكل مميز وبانطلاقاته من الخلف للامام. مع في خطا هون مره جديده لمصلحه وسام صالح واعتراضات نبيل بعلبكي رغم حصول الانصار على الخطا. بالوقت يلي هالاصطدام بين راموس وسيرج سعيد ادى لاصابه سيرج. على كل حال ما في اي مشكله رح يقدر يتابع المباراه. الرقم 13 وسام صالح عم يحاول يخترق الكره مقطوعه منه بتروح بورستوم. بول امام ورطان وما ادراك ما ورطان. يمكن بورستوم اكثر واحد بيعرف ورطان غزريان عندما كان عم بيشكل ثلاثي هجومي مرعب مع ورطان غزريان لبر رباعي اذا فينا نقول. ورطان غزريان البرازيلي تومي جاكوميلي ومحمد قصاص بصفوف فريق الحكمه واحد من افضل الفرق يلي مروا على النادي الاخضر. هيدا كان خط هجومهم بزياده الاسماء هي بتكفي وهي بتتحدث عن حالها. رودريجو لوبيز منه لنبيل بعلبكي مجددا الكره بتعود لرودريجو. رودريجو عم ينطلق رودريجو انطلاقته عم يواصل تقدمه عم يلعب الكره بقدمه لداخل منطقة جزاء مقطوعة بتبقى أنصارية ومجددا حمزة عبود مع محاولة جديدة كانت تسديدته بالقدم اليسرى قوية جدا لكن غير مركزة. محاولة جديدة شوفوا من برات القدم رودريجو لوبيز لعب الكرة وصلت لحمزة عبود يلي سدد
بالقدم اليسرى إلى خارج الملعب. حسن حسين سريعا كرة إلى وسط الملعب، علي فياض بالرأس، بورستوم أيضا بالرأس باتجاه علي فياض، مقطوع الكرة بتبقى مع الراسينج، بلش يكون أفضل الراسينج، بلش يتحرك بشكل أفضل، بلش يتبادل الكرات بخط الوسط بشكل أفضل مع لسينا سورو الحاضر الغائب، الحاضر بالمدرجات لكن الغائب عن أرض الملعب. لسينا سورو صاحب العشر أهداف بالبطولة ومن الصدفة أبدا أنه يكون بالمركز الثاني على لائحة ترتيب الهدافين. مع حسن قلايت أيضا كرة عم يستلمها وعم تنقطع من نبيل بعلبكي إلى ركلة ركنية. هل ممكن الراسينج وبعكس مجريات اللقاء برأيي يهز الشباك بعد ما شفنا أي فرصة للفريق الأزرق؟ لاري مهلنا بحكم المتفرج اليوم عم يعطي تعليماته للاعبينه. لاري بالتأكيد كابوس الهدف يلي سجله حمزة سلامة بمرميه والخطأ الكبير يلي ارتكبه هو وأدى لخسارة فريقه، لا يزال عم يطارده مع الكرة إلى داخل المنطقة مقطوعة من مدافعي الأنصار، وفي صافرة جديدة من الحكم جهة غريب وخطأ. رح نشوف بالإعادة مرة جديدة، تأكيد كان خطأ من محمد مطر على لاري مهنا، أي اشتراك مع حارس المرمى بهالمنطقة هو خطأ. حمزة عبود هون أيضا كان تعرض لضربة، يعني شك الأمر الجيد اللي عم نشوفه ببطولة لبنان وخاصة بالمراحل الأخيرة، عم نشوف المنافسة القوية عم تكون على أرض الملعب ما بين الفرق المتنافسة دائما، شفنا هالأمر بعدة مباريات. يعني اليوم الأنصار على الرغم من وجوده بالمركز السابع عم بيلعب مباراة كبيرة، عينه على النقاط الثلاثة من أجل إحراز هالنقاط، من أجل تحسين موقعه بترتيب البطولة بالوقت للراسينج. إلى حد هالوقت وخاصة بالمباريات يمكن الاثنين والثلاثة الأخيرة راسينج ما عم يظهر بالمستوى اللي ظهر فيه مع بداية البطولة، عم يتعرض يمكن لضغط نفسي كتير كبير الراسينج لأنه بمكان عم بيكون موجود بمكان يمكن ما اعتاد عليه، اعتاد عليه بالموسم الماضي، ما اعتاد عليه بالمواسم السابقة. أيضا مع الأنصار مع رودريجو، رودريجو اللي بيحاول يمر إنما بتوصل الكرة عند وسام صالح بعيدة أنصارية، بريتشوز بيقطع الكرة، يعمل مباراة كبيرة بريشيوز مثل عادته، صمام الأمان قلب الدفاع الرسنجاوي. الوقت هناك فرصة أنصارية والمحاولات الأنصارية لا زالت قائمة بهالوقت مع التسديدة مباشرة باتجاه مرمى حسن حسين، إنما التسديدة بتروح إلى خارج أرض الملعب. المحاولات الأنصارية عم تزداد على مرمى فريق الرسنج وأفضلية الأنصار واضحة بعد مرور 24 دقيقة مروا من زمن المباراة. النتيجة لا زالت التعادل السلبي بين الفريقين. حتى مقعد احتياط الأنصار عنده خيارات كتير كبيرة، زوران بالشوط الثاني، موجود برينس على الرغم من إصابته ممكن يشارك، باكر أيوب أيضا، محمد عطوي، قاسم ليلى، محمد حمود، يعني دائما هول اللاعبين بنشوفهم عم يبدأوا بشكل اساسي بتشكيله فريق الانصار. بالوقت هناك الكره انصاريه بتنقطع مجددا، الكره مقطوعه والى خارج ارض الملعب، رمي التماس لمصلحه فريق الراسينج مع علي فياض بيترك الكره الى هيثم خدوج. هيثم خدوج رمي التماس بيلعبها باتجاه بور رستم مع تدخل ديريك، بتعود الكرة لحمزة عبود، حمزة عبود بيلعب لمسة لعند محمد سباعي، أيضا حمزة عبود طريقة الوان تو ما بتنجح من هاللعبين. تماس لمصلحة الفريق الأزرق، للنتيجة إلى حد الوقت ما بتخدمه. يعني بالحسابات الراسينج مفروض يفوز بكل مبارياته المتبقية، وإذا قدر يفوز بمباراة اليوم بالمباريات الثلاثة المتبقية هالأمر بيعني أنه الراسينج بيحرز لقب البطولة، إنما الأمور قد تكون صعبة وصعبة جدا على فريق الراسينج، تنتظروا مباريات بغاية الأهمية. يعني شك مواجهة
حتكون أمام الصفا أمام العهد، وأيضا بالمواجهة الأخيرة حتكون أمام النجمة. بالوقت هناك ركنية لمصلحة الراسنج على يمينه تماما للاري مهنا مع الدقيقة 26. حسن قليت على التنفيذ، حسن قليت رح يلعب الكرة العرضية لداخل منطقة الجزاء، بتنقطع من الدفاعات الأنصارية وإلى خارج أرض الملعب، رمي التماس لمصلحة الراسنج. حتى مستعجلين لاعبي فريق الراسنج، أصبحوا بهالوقت عم بيقدروا يوصلوا إلى منطقة جزاء الأنصار، عم بيقربوا لاعبي الراسنج. مع هيثم خدوج بيلعب رمي التماس لعند سير سعيد، من لمسة سير سعيد، المحاولات مع حسن قليت، مع تدخل حسين سيد والكرة إلى خارج أرض الملعب. الحكم بيشير لركنية لمصلحة الراسنج. ضغط الراسنج بهالوقت على مرمى الأنصار، هلا حيصفر عن أول أهداف هالمباراة. مع حسن قليت بيلعب الكرة العرضية لداخل منطقة الجزاء، إنما هالكرة توصل سهلة للارم هنا، وهناك راية كانت يعني من ركنية وراية تسلل. مع لارم هنا بيلعب كرة طويلة، هذا الحكم بشير لتنفيذ ولإعادة تنفيذ الكرة. لارم هنا عم يطلب من لاعبينه الهدوء والتقدم إلى الأمام. الخطة الدفاعية لفريق الراسنج والتنظيم الدفاعي، لأنه بيعرفوا تماما خطورة لاعبي الأنصار وخاصة من جهة حمزة عبود وأيضا رودريجو. أيضا مع حمزة عبود نبيل بعلبكي، نبيل بعلبكي بمر بعرض الملعب بعد ما تقدم الوقت لأنس أبو صالح، بتوصل تمريرة من نبيل بعلبكي، بتوصل الكرة لعند أنس أبو صالح. أبو صالح كرته الأمامية بتنقطع من الدفاعات الراسنجوية وبتعود الكرة عند سير سعيد، من لمسة سير سعيد لحسن قليت، بيحاول يمر حسن قليت، إنما عودة أنس أبو صالح من دون ما يخاطر أبدا صاحب الرقم 2 يضع الكرة خارج أرض الملعب. الوقت رمي التماس تنفذها بشكل سريع، أيضا مع حسن قليت بيحاول يمر، بيمر حسن قليت بعد ما تقدم بهالكرة، بيحاول يحافظ على كرته، تمريرته باتجاه سير سعيد، عم بيطالب بخطأ سير سعيد مع الكرة العرضية، وفعلا خطأ لمصلحة الراسنج. خطأ قريب من منطقة جزاء للارم هنا، وممكن الخطورة تزداد على المرمى الأنصاري. شوف بالإعادة التدخل من رمص. يعني الأنصار بالتأكيد عم بيعاني بهالبطولة من تسجيل الأهداف، إنما هو واحد من الفرق من أفضل الخطوط الدفاعية، كان دخل بمرميه فقط 17 هدف، مثله مثل الصفا مثل فريق النجمة. مع حسن قليت وممكن الخطورة تكون كتير كبيرة، حسن قليت موجود خلف الكرة وخمس لاعبين من الراسنج موجودين داخل منطقة الجزاء وللارم هنا. حسن قليت على التنفيذ بينتظر إشارة حكم المباراة، حسن قليت بيلعب الكرة العرضية لداخل منطقة الجزاء، إنما لارم هنا بتطوع على الكرة وبيخلص الكرة إلى خارج الملعب. ركنية لمصلحة الراسنج، ضغط الراسنج عم بيكون واضح، ضغط الراسنج عم بيكون كتير كبير من أجل افتتاح التسجيل. هيدا هو هدف الراسنج بمباراة اليوم، افتتاح التسجيل، متابعة المباراة بشكل ممتاز وإنه يقدر يحصلوا على النقاط الثلاثة. ودائما حسن قليت عم بيكون على تنفيذ الكرات الثابتة بالنسبة للراسنج. أيضا مع حسن قليت، إنما هالمرة موجود على يمينه للاري مهنا، حسن قليت بيلعب الكرة العرضية داخل منطقة الجزاء، إنما التسديدة الرأسية من درك بتكون عالية جدا عن مرمى لاري مهنا. يعني عم نذكر إنه واحد من أفضل الخطوط الدفاعية بالبطولة فريق الأنصار، على الرغم من أنه من بداية الموسم كان معتز بالله الجنادي، انتقل إلى الدوري الإماراتي، معتز بالله الجنادي اللي بيلعب مع دبا الفجيرة عم بيقدم مستوى ممتاز بالمناسبة. يعني نهار الجمعة الماضي الوقت اللي هونيك عم يخرج كان لارم هنا اللي خلص الكرة، نهار الجمعة الفائت كان هناك مباراة
عم تجمع الفجيرة ودوب الفجيرة الفجيرة اللي بيلعب لقلو اللاعب حسن معتوق النجم اللبناني. والمباراة كانت انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1 وكان حسن معتوق سجل واحد من الأهداف الجميلة بالدوري الإماراتي للدرجة الأولى. كل تفاصيل المحترفين بكل تأكيد رح تتابعوهن بحلقة أوفسايد بعد نهاية المباراة مباشرة. حلقة أوفسايد يعني فيها العديد من مواضيع اليوم، ولا شك الموضوع الأبرز الأمر اللي حصل بمباراة العهد وشباب الساحل اليوم أمس، والهدف اللي سجل من قبل اللاعب مصطفى شاهين. ومثل ما توقعنا شربل رح يكون هو حديث الشارع الكروي بلبنان، الحديث يلي بعد ما توقف لحد هلا محمود، والامثله كثيره اصلا بطبيعه الحال على امور سبق وصارت بالملاعب الاوروبيه. كلنا بنتذكر بالموسم الماضي بالتشامبيونز ليج تحديدا لاعب شختار دونيتسك الاوكراني البرازيلي لويس ادريانو عندما سجل بمرمى نورديالد الدنماركي هدف بنفس الطريقة وأثار مشكلة كتير كبيرة. بوقتها كان في قرار الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بإيقاف اللاعب لمدة مباراة واحدة. بتأكيد الأمور مغايرة تماما بلبنان، الحسابات القوانين وغيرها من الأمور. نحن هون أكيد عم نوضح صورة، عم نعطي مثل فقط أنه الأمور بتحصل. على كل حال على أمل أنه تنتهي على خير ويتواصل المنافسة الشريفة والجميلة بالدوري اللبناني لكرة القدم هالموسم. هالمنافسة المفتوحة والشريك فيها هو فريق الرسنج المهاجم بهاللحظات مع سيرج سعيد على الجهة اليمنى. سيرج سعيد بيلعب الكرة عرضية لبرستوم، كيد يوفي بوعده برستوم للاري مهنا قبل المباراة ويسجل بمرميه. كرة رأسية كانت قريبة جدا، رح نشوف إذا كان في تسلل بالكرة الأخيرة. يبدو كان في تسلل مش ركلة مرمى، لكن من دون شك كان قريب كتير بورستوم لأنه يهز الشباك. بالموسم الماضي كان عملها، كان سجل بمرميه للاري مهنا بمباراة الذهاب بين الفريقين. هل ممكن اليوم أنه يكرر هالأمر؟ أمر كتير معقول بوجوده كمهاجم وحيد والاعتماد الكبير عليه بخط الهجوم. كل الكرات رح توصل له اليوم مع كرة على الجهة اليمنى عند عمر حلوم، ايضا باتجاه محمد مطر من لمسة واحدة لبورستوم. بول بيستدير على نفسه، بتبقى الكرة معه عم يمر بطريقة جميلة بورستوم على حسين السيد وعم يسقط داخل منطقة الجزاء. ما في اي خطأ عم بيقول الحكم جهاد غريب. تذكر بمباراة شباب الساحل كان باحدى الهجمات دخل بورستوم وحصل على ركلة جزاء بعد عرقلة من زهير عبد الله. بورستوم عم يبقى على ارض الملعب بالوقت يلي حسن قليط كان وضع فيها الكره خارج اللعب. التسلل يلي احتسب بالكره الاخيره على بورستوم بعد تمريره سير سعيد. يعني صار كل مره احد اللاعبين بيوضع الكره خارج الملعب عم يصير في حاله ترقب، بده ينتبه فعلا، بده ينتبه كثير خاصه حراس المرمى. على كل حال لاري مهنا اعاد الكره لفريق الراسينج، ما راح يقدر بالتاكيد يسجل من هالمسافه البعيده. بالوقت يلي ليبور بالا عم يترقب عم يفكر هل ممكن يدفع بعدين ملحم بالشوط الثاني من اللقاء. بالوقت يلي سيرج سعيد مع محاوله جديده وتسديده عم ترتد من دفاع الانصار. عمر حلوم افضل بكثير من المباراه الاولى، عمر حلوم افضل من المباراه امام شباب الساحل. بالتاكيد تخلص من الرهبه، رهبه اللعب بالدرجه الاولى مع فريق مثل الراسنج عم بينافس على المراكز المتقدمه وعلى اللقب ايضا. نبيل بعلبكي بيلعب الكرة أمامية لرودريجو لوبيز، هيثم خدوج على مسارها بيقطعها بيعيدها سريعا لعند حسن الحسين. حسن بيتلقى الكرة عم يلعب بالنار، حسن حسين عم يلعب بالنار كان بالكرة الأخيرة لكن عم ينجح بأنه يمررها لأحد زملائه. بتروح لعمر حلوم منه لسيرج سعيد، سيرج عم يستدير على نفسه، سيرج عم يطلب الكرة بورستوم لكن سيرج سعيد بيمرر لمحمد مطر، ديريك أيضا، عمر حلوم عم يزيد على الجهة اليمنى، تمريرة قصيرة كانت من ديريك بتبقى مع الراسينج، بتبقى مع الراسينج ومع محمد مطر. عمر حلوم مجددا الراسينج التمريرات القصيرة بالوقت يلي الأنصار عم يحاول يضيق المساحات وعم ينجح بهالأمر، عم يستخلص الكرة محمود كوجوك بهاللحظات عم يمررها لمحمد السباعي، محمد السباعي عم يمر بطريقة فنية وعم يحصل على خطأ. نقلة الأنصار للكرة اليوم لافتة، عم يلاقوا بعضهم فريق الأنصار
بشكل كتير منيح مع نبيل بعلبكي منه رودريجو لوبيز. رودريجو بعيد جدا عن منطقة جزاء، ما بفتكر المهاجم الوحيد بصفوف فريق الأنصار لازم يكون بعيد هالقد عن منطقة جزاء. مفروض على زوران بيسيتش انه يقول له لرودريجو يروح اكثر صوب المنطقه بالوقت يلي قاسم ابو خشفه عم بيكون هو بمركز راس الحربه، محمود كجوك على الطرف. ما بعرف الى اي مدى محمود كجوك بيقدر يخدم الفريق بهالمركز، كثير في حكي انه محمود كجوك ما عم بيسجل، ما عم ينجح بالوصول الى الشباك، واقتصر رصيده على هدفين فقط هالموسم، لكن ما عم يلعب بمركزه ايضا. مع كره مقطوعه بالراس من مدافعي الراسينج، تبقى انصاريه المحاوله، محاوله دبل كيك على دفعتين من قاسم ابو خشفي ما بتنجح ابدا. راموس بيقطع الكره براسه من امام بروستوم، ايضا علي فياض، راموس، نبيل بعلبكي مره جديده، حمزه عبود على الجهه اليمنى، حمزه اخطر لاعبي الانصار كان بالشوط الاول. قاسم ابو خشفي عم يستلم، عم يستدير عبسه، عم يلعب لمحمد سباعي ورطان. شوفوا السوء التفاهم الرهيب بين محمد السباعي وحمزه عبود، فعلا كان سوء تفاهم رهيب بين اللاعبين عم يخلي الانصار يخسر الكرة، والكرة عم تروح عند ساج سعيد، انطلاقة سريعة من ساج سعيد على الجهة اليسرى، حسين السيد فجأة عم يخلق وعم يقطع الكرة، محاولة جديدة من ساج سعيد، عم يحاول ياخذ الأمور على عاتقه، عم يحاول ينطلق بنفسه للهجوم ويصدع الخطورة، عم شوف بالإعادة بريشس، ما في أي لمس كان لقاسم أبو خشفي اللي حاول يعمل الدبل كيك على دفعتين مع اصطدام بوسط الملعب هون بين محمد السباعي وعلي فياض، بالوقت يلي جمهور فريق الانصار عم بيواصل تشجيعه لفريقه. وفي انذار لمحمد السباعي، شوفوا حتى وجوه لاعبي الانصار من لاعبين صغار، مستقبل كتير كبير بينتظر هالفريق في حال واصل العمل على هاللاعبين الناشئين. انما هذا الكلام يعني صرنا شيء 4 سنين بنسمعه من جهه اداره الانصار، وايضا من كل مدرب يمكن بيكون موجود بالانصار. ايضا زوران نفس هالامر يمكن عم بيحاول يسعى لايجاد اللاعبين صغار السن على ارض الملعب من اجل بناء فريق. هلا هالفريق الى حد الوقت ما عم بيتم بنائه. السؤال الكبير عن جمهور الانصار، اي متى بيجهز الفريق؟ اي متى بيعود الفريق الاخضر صاحب الرقم القياسي بعدد المرات بالفوز ببطوله الدوري لاستعاده الطريق الى الالقاب ولحصد الكؤوس من جديد؟ بالوقت يلي فيه ركله حره عند فريق الراسينج، وسام صالح عم يتلقى العلاج خارج ارض الملعب بعد ما ايضا كان تلقى ضربه. ساج سعيد عم يستلم الكره برقابه راموس، في خطا على ساج سعيد، خطا كان واضح، يعني ما منا سهلة ابدا على اي مهاجم يواجه راموس جونيور وحسين السيد. الانصار واحد من افضل الفرق دفاعا هالموسم، لبل الافضل مثله مثل النجم والصفا، دخل مرميهم فقط 17 هدف. مشكلة الانصار كانت دائما هجومية، ولو انه انحل جزء منها مع قدوم برينس ادولفوس صاحب الخمس اهداف، بالتاكيد عم يفتقد له فريق الانصار بوجوده على مقعد الاحتياط اليوم. راموس الجونيور، راموس، كره للامام عند انس ابو صالح، انس وحده من المرات القليله يلي عم يتقدم فيها للهجوم، عم يخسر الكره فريق الانصار عند حسن قليط، حسن قليط تمريره اماميه لساج سعيد، الله يعينه ساج سعيد اليوم عم يركض بكل ارجاء الملعب، منا مهمه سهله ابدا عليه. انما الفعاليه عم تكون غايبه عن ساج سعيد، الفعاليه عم تكون غايبه عن ساج سعيد وايضا عن فريق الراسينج، ما شفنا اي فرصه بعد حقيقيه باستثناء الكره الراسيه اللي لعبها بورستوم، وبطبيعه الحال كان متسلل مع التمريره العرضيه، بتروح لعلي فياض، علي فياض منه لمحمد مطر، والكره ضائعه الى خارج ارض الملعب. يعني فريق الراسينج انا بلاقي اليوم في حال تعثره رح تكون الامور صعبه وصعبه جدا عليه باخر 3 مراحل من البطوله. صحيح 9 نقاط لا تزال متاحه امام الفرق المتنافسه على اللقب، لكن النجم بدون شك صار اقرب لاحراز لقبه الثامن. مع كره ايضا اماميه، قاسم ابو خشفي، بريشس بيقطعها، هيثم خدوج، هيثم، كرة باتجاه بروستوم، نبيل بعلبكي، البابسي وحده لحسين السيد تحت ضغط من ساج سعيد، ايضا راموس بيبعد الخطوره،
ابراهيم ابو جبل، نبيل بعلبكي بخبرته، نبيل بعلبكي بخبرته عم ينجح بحماية كرته والحصول عليها. بارستوم كان عم يحاول يتدخل وخطأ منه، يعني أقل من خمس دقائق على نهاية الشوط الأول، يبدو الأمور باردة وباردة جدا على ملعب بيروت البلدي، وخاصة خطورة الأنصار يعني ما عم تكون موجودة على الجهة اليسرى. نحن بنعرف تماما خطورة الأنصار يمكن بالكرات العرضية، الانطلاقات من الجهة اليسرى من الجهة اليمنى والكرات العرضية بوجود لاعب مثل محمود كجو داخل منطقة الجزاء ممكن يستفيد من أي كرة رأسية، يجيد تماما الكرات الرأسية، يجيد تماما يمكن اللعب داخل منطقة الجزاء، بيقدر يلتف حول نفسه. صحيح إنه ما عم يقدر يسجل، ما عم يكون عنده الفعالية الكبيرة، إنما صحيح أكثر أيضا بمباراة اليوم الكرات ما عم توصل بالشكل الصحيح والشكل المطلوب لداخل منطقة الجزاء بالوقت لفريق الراسنج. يمكن الغيابات الكبيره عن صفوفه واللاعبين اللي ما عم يكونوا موجودين مؤثرين على ارض الملعب، هيدي فرصه للانصار انه يقدر يهز الشباك، فرصه للانصاريين انه يقدر يفوز بمباراه اليوم على الرغم انه هو فاز بمباراه الذهاب بنتيجه 3-0 مع الكره العرضيه داخل منطقه الجزاء. الكره بتتخلص باللحظات الاخيره وبتعود الكره لمصلحه الانصار التسديد، انما هناك اشاره من حكم المباراه على نقطه الجزاء، ركله الجزاء لمصلحه الانصار. جهاد غريب بسرعه يشير إلى نقطة الجزاء، يعلن عن ضربة جزاء لمصلحة الأنصار مع الدقيقة 42. شو اللي حصل داخل منطقة الجزاء ولحسن حسين؟ رح نتابع بالإعادة. هناك لمسة يد، هناك لمسة يد عم تكون على فريشوز. جهاد غريب أبدا ما تأخر ليشير إلى نقطة الجزاء ويمنح الأنصار ضربة جزاء بهالوقت. ضربة جزاء لمصلحة الأنصار، راموس موجود خلف الكرة، من الصعب إنه يضيع راموس صاحب ثلاث أهداف بالبطولة. راموس بمواجهة حسن حسين، شوفوا حسن حسين بأي طريقة عم يوقف بمواجهة راموس. حسن حسين وراموس، فرصة الأنصار للتقدم بهالمباراة. راموس بتقدم خطوة اثنين ثلاثة، راموس بسدد ما معقول. حسن حسين شو عم يعمل؟ عم بيصد ضربة جزاء الثانية على التوالي، بالاسبوع الماضي كان عمل هالامر، بهالاسبوع كان عم يعمل هالامر بمواجهة راموس. يعني حسن حسين فعلا الحارس الاول للرسنج عم بيأكد هالامر، يعني امام جاد نور الدين كان عم بصد ضربة الجزاء، وأيضا أمام راموس، أمام اللبناني، أمام البرازيلي، أبدا منه مهم بالنسبة له جنسية اللاعب لحسن الحسين. هيدا الأمر اللي عم بيأده بمباراة اليوم، تسديدته للبرازيلي راموس، عم توجد واحد اسمه حسن حسين بحراسة مرمى الرسنج. أيضا مع محمد سباعي، محمد سباعي بيحاول يسدد، كرة بتنقطع، بتعود الكرة رسنجاوية. الأنصار كانوا قراب تماما من افتتاح التسجيل، وفرصة كتير كبيرة كان عم بيضيعها راموس، فرصة تسجيل الهدف الرابع الشخصي لراموس كانت عم تضيع أمامه. وبكل تأكيد جمهور النجمة كتير زعلان إنه راموس أضاع التسديدة، كتير زعلان جمهور النجمة وأيضا جمهور الأنصار. مثل ما راموس أو مثل ما حسن الحسين عم يصد ركلة الجزاء الثانية على التوالي بعد ما كانت صدى لجاد نور الدين بالأسبوع الماضي بالمباراة أمام شباب الساحل، هيدي ثاني ركلة جزاء بيضيعها راموس. بنتذكر كثير منيح بمباراة طرابلس والأنصار بالمرحلة 15، وبطرابلس كان أضاع راموس أيضا ركلة جزاء. على الرغم من إنه راموس هو متخصص دائما بالضربات الثابتة، وأيضا حسن حسين متخصص بالتصدي لركلات الجزاء، وهذا أمر عم بيأكدوا بمباراة اليوم. على كل الأحوال النتيجة هي التعادل السلبي بين الفريقين. صحيح إنه جمهور الأنصار كتير زعلان إنه راموس أضاع هالفرصة، أضاع ركلة الجزاء، هيدا أمر صحيح، إنما جمهور النجم كتير فرح إنه كتير زعلان أيضا إنه راموس أضاع هالفرصة. كلنا بنعرف إنه جمهور النجم، النجم بهمهم تماما إنه اليوم الأنصار يفوز بالمباراة بغض النظر عن مباراته بالمرحلة العشرين أمام النجمة. هذا أمر منطقي وطبيعي، هذه هي كرة القدم، كرة القدم هي مصالح بالنسبة لكل الفرق، مصلحة فريق أنه فريق تاني يخسر، مصلحة فريق وجمهور فريق أنه الفريق الآخر هو يخسر اليوم التاني يربح، هذه هي كرة القدم. دقيقة واحدة إذن من الوقت المحتسب بدل عن ضائع مع الركنية لمصلحة الرسنج، كرة بتتنفس مباشرة بتهز الشباك الخارجية. ايضا مع لاري مهنا بيلعب كره طويله، لاري لعند رودريجو، رودريجو بمر بوسط الملعب، بعده عم يتقدم رودريجو بالوقت لي محمود كجوك بيحاول ياخذ مكان محمود كجوك،
بيلعب تمريرة أمامية باتجاه رودريجو، خطيرة محاولة أنصارية العرضية داخل منطقة الجزاء بتتخلص أيضا من حسن حسين. أيضا حسن حسين عم بيكون موجود لا يخلص على الكرات الخطيرة، خلص الكرة من ضربة جزاء العرضية أبدا ما عم تكون صعبة على حسن حسين بالوقت لحسن قليت. أيضا سير سعيد بوسط الملعب بيلعب تمريرة أمامية من المفترض يكون باتجاهه لبور رستم، راموس بينجح بقطع الكرة ليعيد الكرة لمصلحة الأنصار. أيضا نبيل بعلبكي مع أنس أبو صالح وتمريرة إلى خارج أرض الملعب، الحكم بشير لرمية التماس لمصلحة الأنصار، وعلى أثر رمية التماس الحكم عم يعلن جهاد غريب عن نهاية أحداث الشوط الأول. إذن بالتعادل السلبي بين الفريقين، فاصل إعلاني على أمل أن نعود بالشوط الثاني. عودي معكم مشاهدينا إلى ملعب بيروت البلدي، مباراة الختامية للمرحلة 19 من بطولة الدوري اللبناني لكرة القدم. شوط أول بين الأنصار والرسن كان انتهى بالتعادل السلبي. بالتأكيد مثل ما شفتوا ويلي تابعوا معنا الشوط الأول، الأمر كان ملموس، الأنصار كان الطرف الأفضل باللقاء. أكيد الأنصار كان قريب من فرصة افتتاح التسجيل عند ما حصل على ركلة جزاء، لكن حسن الحسين كان صاحب الإنجاز على كرته للبرازيلي راموس جونيور. وأيضا الكرة البداية تتحرك بهاللحظات مع فريق الراسينج، الكرة الأولى إذن للفريق الأزرق الضيف يلي عم يبحث عن ثلاث نقاط أكثر بكثير من فريق الأنصار بمباراة اليوم، بده يبقى على مسافة قريبة من الصدارة، من النجم صاحب الصدارة، من الصفا صاحب المركز الثاني، من العهد صاحب المركز الثالث. حتى خسارة ممكن تقضي على أمال الراسينج تماما بالمنافسة على لقب بطولة لبنان. بالتأكيد حتى الراسينج ما بيأمل أنه يتعادل بمباراة اليوم. هذا أمر أكده رئيس النادي جورج فرح بحديث أنا وياه قبل بداية المباراة، قال إذا اليوم الراسينج بيخسر يعني بيكون الأمال أصبحت معدومة بإحراز لقب البطولة. فعلا الأمور رح تصير صعبة جدا ومعقدة على فريق راسينج بالوقت يلي محمود كجوك عم يستلم كرة وعم يخسرها تحت الضغط، بتروح دال درك منه لحسن قليط، حسن قليط مواكبة من لاعبين الأنصار أنس أبو صالح ووسام صالح، لكن كرته عند عمر حلوم بتروح ومقطوعة من حسين السيد إلى رمية التماس. بداية سريعة على الشوط الثاني من المباراة. بيعرف كثير منيح فريق الراسينج إنه في حال مسجل بوقت سريع رح تصير الامور اصعب. الانصار عم يلعب على الارض والانصار بين انه جاهز بمباراه اليوم، ايضا عم يتناقل الكره بشكل جيد بمنطقه الوسط، عم ينجح بالحفاظ عليها بشكل اكبر من فريق الراسينج مع محمد سباعي. تبقى الكره انصاريه، انس ابو صالح بايدها الخلف وبيوضع حسين السيد تحت ضغط سيرج سعيد، حسين السيد سريعا بيبعد الخطر. يعني التفاهم مطلوب بخط دفاع فريق الانصار والا رح يدفع الثمن. الانصار ايضا ما بهمه يخسر، معه 24 نقطه بالمركز السابع، مركز ابدا ما بيليق بنادي الانصار. تخيلوا طرابلس 25 بالمركز السادس، شباب الساحل 29 نقطه. بيامل طبعا الانصار ان يكون واحد من فرق النخبة هالموسم. مع ابراهيم ابو جبل بيقطع الكره براسه بتروح لهيثم خدوج، هيثم سريعا باتجاه علي فياض، اكثر هن الكرات يلي عم يخسرهم فريق الراسينج بوسط الملعب تحديدا. مع نبيل بعلبكي منه لجونيور او لرودريجو لوبيز، مقطوعة الكرة مرة جديدة وبعيدة كانت. رمية تماس راسينجاوية، سيرج سعيد يحصل على خطأ
سيرج سعيد دائما الراسينج بعد مبارياته كان بالفترة الأخيرة عم يتلقى انتقادات من فريق متصدر أو فريق بالأحرى بين فرق الصدارة بمرحلة تانية، لكن ما عم بيكون أبدا عم يقدم كرة قدم ممتعة أو حتى عم يقدم المستوى يلي بيخوله أنه يكون موجود فيه بالمركز الرابع أو الثالث أو الثاني وحتى الصدارة عندما كان متربى عليها بفترة. كان بيهمه الراسينج فقط النتائج بالبطوله وقدر يعمل هالامر، انما مستوى ابدا ما عم بيقدمه على ارض الملعب، يعني الكره الجميله عم تكون مفقوده عند لاعبي فريق الراسينج، بيعتمد على الكرات الطويله باغلب فترات المباراه. كرمال هيك الانصار هو الطرف الافضل بمباراه اليوم، بعده الانصار الاكثر تركيزا بالوقت يلي الراسينج عم يخسر كثير طبيت، لكن بالتاكيد كتار كانوا بينتظروا مباراه افضل بين هالفريقين. الانصار بحكم التاريخ والراسينج بحكم الحاضر، مع رمية التماس أنصارية أنس أبو صالح بحاول يوصلها لمحمود كوجوك، كوجوك بيسيطر على كرته، شوف أربع لاعبين من الراسينج عم بيحصروا لكوجوك كانوا بالكرة الأخيرة، بتبقى أنصارية وسام صالح عم بيحاول يمر، شوفوا وسام صالح عم بيحاول يستفيد من مهاراته، لكن عمر حلوم يمكن صراع متكافئ على صعيد السن على صعيد الخبرة على صعيد أيضا الطول بين وسام صالح وعمر حلوم بالوقت يلي أنس أبو صالح تمريرته خاطئة، عمر حلوم عم يقطعها، عمر عم يحافظ على كرته، عم مر عن قاسم ابو خشفه، بتبقى الكره معه، قاسم ابو خشفه بحاول يلعبها لمحمود كوجوك، انما الكره الى خارج ارض الملعب. يعني عمر حلوم اللي عم يظهر بصوره مختلفه عن الصوره اللي ظهر فيها بالمستوى بالمباراه السابقه، يعني هذا امر فعلا لافت لعمر حلوم، كنا يمكن تحدثت انا وياك شربل عن مستوى عمر حلوم اللي ظهر فيه، انما اليوم يمكن عم يعطي صوره فعلا هي افضل بكثير، وممكن يكون مشروع لاعب واعد بالمستقبل بالنسبه لفريق الراسينج. فعلا عمر حلوم اليوم عم يقدم المطلوب منه ويمكن اكثر بالوقت يلي عم نتابع سوا قاسم ابو خشفه هو يلي كان تعرض أو رودريغو لوبيز هو كان يتعرض، خلينا نشوف نتأكد من هوية اللاعب الموجود على أرض الملعب، هل هو رودريغو هل هو أنس؟ أنس أبو صالح، إذا هو يلي أصيب بالكرة الأخيرة وعم يتم نقله للعلاج خارج أرض الملعب. على كل هذه فرصة لأن يمكن نتذكر نحن والمشاهدين النتائج اللي حصلت بالأسبوع 19 من بطولة لبنان، تضامن سور كان عم بيفوز على الاجتماعي بثلاث أهداف مقابل هدفين، طرابلس كان عم بيفوز على السلام زغرتا بهدفين مقابل هدف واحد، المبرة كان عم يخسر أمام الإخاء الهلالي 0-2، بالوقت اللي كان النجمي عم بيفوز على الصفا بهدفين مقابل لا شيء، والعهد تعادل مع شباب الساحل 1-1، إنما يمكن الأمر اللافت بنتيجة طرابلس على السلام زغرتا وبنتائج نادي طرابلس بمرحلة إياب، فعلا ما فينا نقول انه يستحق كل الاحترام الفريق طرابلسي، وخصوصا انه خرج من رحم المعاناه تيكون موجود بمكان بين انديه النخبه فريق طرابلس، 6 انتصارات 7 تعادلات بالمقابل لست هزائم، فريق تطور كثير بالفتره الاخيره، قدر يحقق الانتصارات بالفتره الاخيره، وخصوصا حتى شفنا مهاجمينه مثل عبد الرحمن العكاري عم يبرزوا بشكل كثير كبير بعد وصول لاعب تحدثنا عنه لاعب سابق هو ورطان غزريان، وايضا نادي طرابلس موجود بالدور النصف نهائي من مسابقه كاس لبنان وعنده مباراه منتظره امام النجمه يوم الاثنين المقبل، اكيد مباراه بتشوفوها بشكل مباشر عبر شاشه الجديد. مع ركله مرمى لاري مهنا بيلعب الكره طويله توصل لبريشس، في رايي ايضا شربل على سيره كاس لبنان، يعني الاخاء الاهلي علي رح يواجه السلام زغرتا ايضا يوم الاحد المقبل، ايضا المباراه رح تكون منقوله مشاهدينا عبر شاشه الجديد. الاسبوع المقبل ما رح يكون في مباريات دوري، افساح بالمجال امام اقامه مباراتين نصف نهائي كاس لبنان، الاسبوع يلي بعده اكيد رح تكونوا مع المرحله 20 البالغه الاهميه والمباراه المنتظره بين النجم والانصار مع كره اماميه باتجاه سيرج سعيد، لاري مهنا هو الأقرب، لا تزال المحاولات الراسينجوية بنفس الطريقة وبنفس السيناريو والهجوم العقيم. بالتأكيد يعني يمكن مباراة تكون مباراة 1-0 بين الفريقين، لأنه الفريقين إلى حد الوقت عم بيكون في عقم هجومي، ما عم ينجحوا بشكل أو بآخر هز الشباك، ما عم يقدروا يمكن يصنعوا الفرص الخطرة. في كل الحالات كنا عم نتحدث عن مسابقة كأس لبنان،
هالمسابقة يلي ما اعتادت ابدا بالدور النصف نهائي يكون غايب عنا العهد، يكون غايب عنا الانصار، يكون غايب عنا الصفا، ايضا يكون غايب عنا شباب الساحل بكثير من المطارح يكون موجود بالدور النصف نهائي. نصف نهائي راح يكون مختلف تماما عن الادوار النصف نهائية اللي شهدتها مسابقة كأس لبنان بالفترات الأخيرة مع الكرة لمصلحة الأنصار. أنس أبو صالح على الجهة اليسرى صاحب الرقم 2 بتقدم بالكرة، بيحاول يمر أو بيلعب كرة أمامية بتنقطع كرته من بريتشوز، أيضا مرة ثانية بريتشوز بيعيد الكرة لمصلحة الرسنج، إنما وجود حسين سيد بيقطع الكرة وبتعود الكرة إلى خارج أرض الملعب، رمي التماس لمصلحة الأنصار. إصابة رودريجو بوجهه بالكرة الأخيرة، ومع الدقيقة 54 والنتيجة لازالت التعادل السلبي بين الفريقين. أيضا مع نبيل بعلبكي، نبيل كرته لعند رودريجو، رود بمر بعرض الملعب بيلعب الكرة الأمامية باتجاه كوجوك والمحاولات الأنصارية خطرة، ممكن يكون محاولة مصلحة الأنصار مع حمزة عبود، الكرة عرضية دخلت الجزاء، خطيرة خطيرة، ممكن نشوف أول هدف المباراة، الكرة بتتخلص باللحظات الأخيرة ولا زالت الخطورة الأنصارية، إنما هناك صافرة من حكم المباراة، صافرة من جهاد غريب يعلن عن خطأ، يعلن عن خطأ داخل منطقة الجزاء أو احتكاك. على كل الأحوال رح نتابع شو اللي حصل. أنس أبو صالح الموجود على أرض الملعب، بكل تأكيد المحاولة الأنصارية كانت بمنتهى الخطورة، تسديدة وسام صالح، وأيضا تابع أنس أبو صالح الكرة الأكروباتية، إنما كان عم يرتكب خطأ الوقت اللي أنس أبو صالح عم يتعرض للإصابة. من الممكن إنه ما يقدر يتابع الدقائق المتبقية من المباراة، بفتكر راح يكون في تبديل اضطراري لزوران بيسيتش. الامر مش طبيعي ابدا انه أنس ابو صالح يسقط على ارض الملعب مرتين، يبدو ما راح يقدر يتابع، فرصه لمحمد حمود لاستعاده مركزه. وبكل تاكيد بيكون للمباراه الثانيه على التوالي عم بيتم التبديل، اذا في حال دخل محمد حمود بشكل اضطراري على ارض الملعب، منه اختياري من ناحيه المدرب زوران، يعني بالتاكيد. ايضا قبل بدايه المباراه هناك كان حديث بيني وبين المدرب مالك حسون حول سبب غياب هاللاعبين اللي عم نتحدث عنهم، ان كان من ناحيه باقر ايوب او محمد حمود، عن تشكيله الانصار بالوقت موجود محمد عطوي على مقعد الاحتياط، كان عائد من المرض محمد عطوي ليعود لتشكيله الانصار، وفعلا محمد حمود بهالوقت رح يدخل لا يشارك بتشكيلة الأنصار، لا يشارك الأنصار بالدقائق المتبقية من المباراة. تبديل اضطراري مثل ما ذكرنا، عم يخرج أنس أبو صالح المصاب وعم يدخل محمد حمود مع الكرة الأمامية الأنصارية، بتعود الكرة عند ديريك، أيضا مع الرسنج كرة طويلة باتجاه سير سعيد، صراع الجري بهالوقت سير سعيد بينه وبين رمص، والكرة تتخلص إلى خارج أرض الملعب مع التقاط الصور بهالوقت، يمكن لبعض اللاعبين لاعبي الانصار او لاعبي فريق الرسنج، يعني هوايه التصوير عند البعض. ايضا مع ديريك، ديريك بعيد الكره لعند عمر حلوم، شقيقه لطارق حلوم، مع تقدم بريشوز، بريشوز بيترك مركزه، هالامر بيعني هناك خطوره لمصلحه الانصار. رودريجو، رودريجو انما عوده، عودة لاعبي فريق ريسينج بشكل سريع، رودريجو بسدد تسديدته بتنقطع باللحظات الأخيرة من بريشوز، يعني شوفوا بريشوز تقدم خسر الكرة وعاد وهو خلص الكرة، هيدا هو صمام الأمان، هيدا هو قلب الدفاع، هيدا هو اللاعب اللي بيتحمل مسؤولية كتير كبيرة، بيعرف تماما إذا تقدم ممكن تكون الخطورة كتير كبيرة على مرمى فريقه، ولهالسبب كانت عودته بشكل سريع. أيضا رمي التماس بتتنفس بشكل سريع مع حمزة عبود، بيلعب كرة أمامية، محمود كوجوك بيتأخر للوصول على الكرة، توصل الكرة عند حسين سيد مع محمد مطر، هذا محمد مطر لاعب الأنصار السابق، بتعود الكرة رسنجوية، الحكم بيشير إنه ما في خطأ لمصلحة الرسنج، توصل الكرة عند محمود كوجوك بيلتف حول نفسه بيحمي كرته بشكل صحيح، بغير اتجاه اللعب باتجاه محمد حمود، محمد حمود
كراته لعند نبيل بعلبكي، الانصار افضل بهالوقت مع التمريره من نبيل بعلبكي الاماميه، انما ابراهيم ابو جبل موجود على خط الكره تماما، بيحصل على كرته وبيلعب كره طويله. الاماميه يعني الراسنج اليوم عم يفتقد بشكل كثير كبير للاسينا سورو، الاعتماد على الكرات الطويله دائما بيكون من نصيب صاحب العشر اهداف بالبطوله الغائب عن مباراه اليوم بسبب نيله البطاقات الصفراء ثلاثه. هذا مع محمد حمود، كرته الاماميه لمحمد حمود لعند قاسم ابو خشفي لمحمد حمود، بكون امور صعبه على حمود والكره الى خارج ارض الملعب، رمي التماس لمصلحه الانصار. هذا هو لسينا سورو بالتاكيد ما عم يعمل باي لإلي ولا عم يعمل باي للقب، لازال اللقب على ارض الملعب هو رهن بنتيجه مباراه اليوم. اذا في حال الراسنج قدر يفوز رح يقدر يتابع بالمنافسه ورح يجعل من المنافسه ناريه، انما في حال خسارته فيهم جمهور النجمه كثير يرتاحوا، اعصاب جمهور النجمه فيها كثير ترتاح ولاعبين النجمه فيهم كثير يرتاحوا ايضا. صحيح عم نحكي الامور من ناحيه المنطقيه، لو انه بكره قدم يمكن لا تعترف بكثير من الحالات بالمنطق. بالوقت اللي هناك كره لمصلحه الانصار، الكره بتتنفذ لداخل منطقه الجزاء بتمر عن الجميع وحسن حسين بيخلص الكره، حسن حسين بيخلص الكره بشكل سريع الى خارج ارض الملعب، رمي التماس وسام صالح بيلعب كره عند محمد حمود، نشيط محمد حمود مواد دخوله بيلعب كره اماميه باتجاه حسن حسين بيحتضن الكره وبقول لخط دفاعه انا موجود انا جاهز انا حاضر، ما في اي خوف انه تهتز شباكي. صحيح ما في اي خوف، اذا من ركله جزاء ما اهتزت شباكه لحسن حسين ممكن الانصار يوجدوا صعوبه كثير كبيره وصعوبه بالغه تماما بهالشباكه لحسن حسين اليوم. ايضا محمد حمود والضغط الانصاري، محمد حمود رمي التماس اتنفذ ايضا بشكل سريع، كرة بتنقطع من عمر حلوم الى خارج ارض الملعب، تماس انصاري مرة جديدة لمصلحة الاخضر، لمصلحة صاحب البطولات وصاحب الجولات والصولات وتحديدا على ملعب بيروت البلدي بحضور جمهوره القليل اليوم اللي كان جمهور كثير كبير. مع وسام صالح رمي التماس بيلعب الكرة طويلة لداخل منطقة الجزاء، انما سهل بتكون الكرة بين يدي حسن حسين اللي بيطلب من لاعبينه التقدم للامام، هذا هو الحارس اللي بيمتلك ثقة كثير كبيرة. ايضا مع عمر حلوم مع الكرة الطويلة الأمامية، موجود حسين سيد يقطع الكرة بشكل عشوائي، ايضا الكرة لسنجاوية، كرة باتجاه بور رستم، صراع بينه وبين راموس، بينتهي الصراع لمصلحة راموس، ايضا نبيل بعلبكي، الكرات العشوائية الهوائية، الكرة الأمامية بتوصل لعند ديريك، ديريك من لمسة بيخسر الكرة، ديريك بتعود الكرة لعند محمود كوجوك، كوجوك أمامه ثلاث لاعبين والحكم بيشير لخطأ لمصلحة الأنصار بوسط ملعب الرسنج تماما. الخطأ خطأ لمصلحة الرسنج. محمد حمود هو راح يكون موجود خلف تنفيذ الخطأ الأنصاري مع الدقيقة 61، التعادل السلبي لازال قائم بين الفريقين، هل واحد من الفريقين راح يكون عنده رأي آخر؟ مع الدقيقة 62 مع محمد حمود موجود خلف الكرة بيلعب كرة ساقطة لداخل منطقة الجزاء بتنقطع من الدفاعات الرسنجوية ولا زالت الكرة لمصلحة الرسنج، الهجمة المرتدة ممكن تكون خطرة بالوقت اللي بيتحرك بور رستم، وأيضا مع تحرك حسن قليت، حسن قليت بيلعب كرة باتجاه سيرج سعيد، سيرج ما بيلحق بالكرة، سيرج الكرة بتروح إلى خارج أرض الملعب، الأنصار بيحصلوا على رمي التماس، ما في ضغط كتير كبير من لاعبي فريق الرسنج على لاعبي الأنصار بالوقت اللي وسام صالح بيحاول يمر مع تدخل حسن قليت، تماس مرة جديدة لمصلحة الأنصار، أيضا مع محمد حمود، الكرة اللي عند حمود مجددا، يعني شوفوا حتى التمريرات ما بين اللاعبين عم تكون صعبة، عم بيصعبوا الأمور كتير لاعبي الأنصار على بعضهم ببعض التمريرات، أيضا مع تماس، يعني هاتريك برميات التماس بالنسبة للأنصار، ثالث رمي التماس على التوالي عم يحصل عليها محمد حمود، مع الكرة بتنقطع بتعود الكرة لمصلحة الرسنج، الهجمات المرتدة مع الكرة الطويلة باتجاه بور رستم، بور رستم بيحاول المرور بور رستم، إنما تغطية دفاعية مميزة عم تكون من حسين سيد، عم يوجد صعوبة كتير كبيرة، يعني وجوب بور رستم لوحده بخط الهجوم
بمساندة بكل تأكيد سير سعيد، الأمور مختلفة تماما عندما بيكون لسينا سورو إلى جنبه لبرستوم، على الرغم أنه ما قدر يسجل ولا هدف بالبطولة إلى حد الوقت. يعني يسألوا أيضا لاعبي الوسط عن التموين يلي عم أمنوه للمهاجمين، وخصوصا بمباراة اليوم، إن كان على صعيد فريق الأنصار وإن كان أيضا على صعيد فريق الراسينج، ما شفنا كتار هن الكرات يلي عم يستلمون المهاجمين. بالمقابل يعني أكثر عم تنحصر الأمور بخط الوسط والمبادرات بخط الوسط. يعني قاسم أبو خشفة يمكن من أكثر من نص ساعة ما شفنا استلم أي كرة، ونفس الشيء بالنسبة لبورستوم. لا شك يعني لا شك وجود محمد عطو على مقعد الاحتياط، ما بعرف إذا حنشوفه، من المفترض نشوفه بوقت قليل، وأيضا برينس يعني وأيضا قاسم ليلى كتار هن اللاعبين يلي اعتدنا نشوفهم بشكل اساسي بتشكيله فريق الانصار عم بيكونوا موجودين مع زوران بيسيتش على مقعد الاحتياط. يعني نذكر يعني باكر ايوب، قاسم ليلى، محمد عطوي، برينس طبعا بنعرف السبب عنده اصابه طفيفه، بينما محمد حمود هو واحد من اللاعبين الاساسيين عاده ومره جديده عم بيكون موجود على ارض الملعب بسبب التبديل الاضطراري. حسن قليت كره لعند بورستوم، بول بيقف على كرته بيسلمها لحسن قليت مره جديده يلي بيلعب الكره اماميه لسير سعيد، خطيره الكره لكن راموس بالوقت المناسب عم يقطعها، بتروح لقاسم ابو خشفه. من المفترض انه فريق الانصار يكون اسرع بالانتقال للهجمه المرتده، كلها على الرجال اليمنى عند حمزه عبود، منه لنبيل بعلبكه، نبيل، حمزه مره جديده، محمد سباعي، رودريجو لوبيز، رودريجو بيغير اتجاه اللعب، ممتاز التمريره لمحمد حمود، وسام صالح عم يزيد على الجهه اليسرى لكن حمود بيلعب الكره اماميه لحمزه عبود، ممتازه المحاوله الانصاريه لو وصلت لمحمود كوجوك، ممتازه فعلا، كره ملعوبه جميله جدا. تاكيد تاثير وجود محمد حمود على الجهه اليسرى مميز راح يكون مع محمد سباعي، ومحاوله بعيده التسديده وجريئه من محمد السباعي، قويه كثير كانت كرته لكن فوق عرضته لحسن حسين، ويبدو انه زوران سمعك. محمد عطوي اصبح جاهز للدخول الى ارض الملعب مكان صاحب التسديد الاخيره محمد السباعي، عم يتلقى تهنئه زوران محمد السباعي، تاكيد بالنظر الى الخبره يلي عنده اياها واول موسم له بالدرجه الاولى قدم مباراه جيده اليوم. محمد بطر براسه، وعمر حلوم ايضا بالراس، بتروح لدريك بورستوم، عمين محاولة جديدة بورستوم، عم مر على حسين السيد بطريقة ممتازة لكن شوفوا بأي طريقة مر على راموس كان، وحسين السيد هو يلي أنقذ لاري مهنا. محاولة أيضا للرد من فريق الراسينج بالوقت يلي علي فياض عم يلعب الكرة لسيرج سعيد، سيرج سعيد ما بيصيبها بالشكل المناسب، ما بيصيبها بالشكل المناسب سيرج سعيد. رح نشوف المحاولة بالتأكيد الأخيرة لبورستوم، محاولة كانت جيدة لو نجح ايضا بتخطي حسين السيد. وسام صالح الكرة عند هيثم خدوج، حسن الحسين ما بعرف ليه عم ياخد وقته هالقد، هل النتيجة من مصلحة الراسينج تعتبر؟ هيدا السؤال يلي بيطرح نفسه اليوم. اكيد لا، المقابل ليبور بالا يعني قاعد ولا اي حركه تجاه يلي عم يحصل. بورستوم ما بينجح انه يعمل الكنترول، كرته عم تخرج كانه سمعك شربل ايضا ليبر بالا مع ابراهيم ابو جبل، كره راسيه عند محمد حمود، تنقطع تحت الضغط محمد حمود عم يسقط لك، عم يسلم الكره لقاسم ابو خشفه، ممتازه هي المحاوله الانصار والهجمه المرتده، لاعبي الانصار اكثر باللحظات، محمد عطوي صعب تسديدات قويه عم يسدد بعيد في لمسه يد، الحكم بيقول ما في شيء، اللاعب عم يستكمل وقاسم ابو خشفه عم يسدد وكرته عم ترتد. محاوله اولى كانت من محمد عطوي، والكره يلي سقطت عند رودريجو ما قدر يستفيد. حمزه عبود على الجهه اليمنى، الانصار ممكن يفاجئ، الانصار ممكن يفاجئ، والكره العرضيه الى ركنيه. جمهور الانصار الموجود واعلام الانصار الحاضره والتشجيع لفريق الانصار. محمد عطوي على تنفيذ الركله الركنيه، محمد
بيلعب الكرة إلى داخل منطقة جزاء باتجاه مرمى لحسن الحسين، لكن ما في أي حدا ليتابع الكرة، عم تخرج إلى ركلة مرمى. طبعا مراقب المباراة أستاذ أسعد سبليني، والابتسامة الدائمة، لا شك أنه ابتسامته أكبر هالأيام مع تصدر النجمة بفارق 4 نقاط عن الصفا، وعم يتمنى أنه الأنصار يهز الشباك، لكن التمني غير الواقع حاليا محمود، لأنه النتيجة لا تزال التعادل السلبي. حمزة عبود على جهة اليمنى بيلعب الكرة العرضية لمحمود كجو، ممكن نشوف الهدف الأول. لا 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 لا، قاسم أبو خشفة عم يضيع فرصة ثمينة جدا، ما نجح أبدا بمتابعة الكرة مرة جديدة. الأنصار هو الأخطر، فريق الراسينج عم يكتفي أنه يدافع، عم يكتفي بالنتيجة التعادل يبدو، والأنصار الرغبة واضحة والرغبة أكبر لافتتاح التسجيل. قاسم أبو خشفي أمام فرصة مهمة جدا كانت، شوفوا حمزة عبود لعب العرضية مرت عن محمود كشك وأيضا على قاسم أبو خشفي، ما بعرف شو بدهم أحسن اللاعبين، توقيت محمود كشك كان من المفترض أنه يكون أفضل، ومتابعة قاسم أبو خشفي كان أيضا من المفترض أنه تكون بشكل أفضل. عمر حلوم يلي عمل مجهود كبير بمباراة اليوم موجود على أرض الملعب، راح يتابع على المباراة بالوقت يلي فيه إصابة أيضا لأحد لاعبي الراسينج، راح نشوف مين. بالإعادة مرة جديدة الكرة كيف مرت عن محمود كشك وقاسم أبو خشفة، يعني عجيبة، أنقذت مرمى الراسينج من هدف فعلا، يعني بتحتاج كانت لمسة كتير صغيرة من رأسه لمحمود كشك، بالتأكيد كنا شفنا أول أهداف المباراة. يعني والابتسامات موجودة بالمدرجات عند مشجعي الراسينج، رغم انه الابتسامة ما رح تكون حاضرة في حال الراسينج تعادل او خسر بمباراة اليوم. الامور صعبة على الفريق الازرق مع رمي التماس عند وسام صالح على طريقة الكورنر، بيلعبها الى داخل منطقة الدرك برأسه مقطوعة، ايضا علي فياض مرة جديدة، يعني ما بعرف هالاعتماد الكبير بالدوري اللبناني على رميات التماس الطويلة، بنشوفها بعدة فرق بيعتمدوا هالأمر، ولا مرة شفت هالأمور يعني مثمرة، إن كان الأخاء الأهلي علي مع أحمد عطوي، ولو إنه الأخاء سجل بطريقة مشابهة أمام الأنصار تحديدا، جاد نور الدين مع شباب الساحل ووسام صالح مع فريق الأنصار. هذا أمر كنا نشوفه على أيام وزمن الأنصار السابق وعلى طريق جمال طه، بوجود فادي علوش طبعا بخط الهجوم الامور كانت مغايره تماما، لكن اليوم بالتاكيد ما في هدافين مثل فادي علوش، مثل وائل نزهه، مثل ورطان غزريان، مثل كتار من المهاجمين يلي تركوا بصمه بالدوري اللبناني لكره القدم. حسين سيد عم يتلقى انذار بعد الخطا يلي ارتكبه على بول رستم بالكره الاخيره، بول كان عم يستدير عم يتخلص من رقابة حسين السيد، هالأمر كان مفروض يعمله بمنطقة الجزاء عند ما تخطى راموس، لو تخطى حسين السيد بالتأكيد شباك لاري مهنا كانت رح تهتز. محمد مطر كرة بوسط الملعب عند ساج سعيد، 1-2 بين محمد مطر ساج سعيد، كرة من دون عنوان لمحمد مطر بتروح للاري مهنا، بالوقت يلي أحمد تراد عم يتحضر ليكون التبديل الأول لفريق الراسينج بمباراة اليوم. رودريجو لوبيز عم يتقدم بمواجهة بريشس، المواجهة الأجنبية رودريجو لوبيز بأي طريقة مريت يا رودريجو لوبيز، رائع جدا كان رودريجو لوبيز باللقطة الأخيرة، فعلا لمحة برازيلية عم يفرجينا إياها الرقم 11، ولو إنه محمود كشك سدد بطريقة مباشرة، ما بعرف على أي أساس محمود كشك ترك الكرة الأخيرة، ما كان في أي لاعب خلفه ممكن يستفيد، لو سدد بطريقة مباشرة كنا ممكن نشوف الهدف الأول بالمباراة. وسام صالح مرة جديدة مصاب على أرض الملعب، يعني بتأمل شوف اللقطة الأخيرة، لقطة صغار السن هيدي يا شربل، فعلا لقطة جميلة جدا ما بين وسام صالح وعمر حلوم، نجوم المستقبل ممكن يكونوا بالكرة اللبنانية عمر حلوم ووسام صالح. راح نشوف بالإعادة الحركة المميز جدا اللي عملها رودريجو لوبيز، وقف على كرته خدع بريشوس، رائع جدا رودريجو لوبيز، هيدي هي اللمحات اللي بنتأمل نشوفها من اللاعبين الأجانب، واللي بننطر أيضا نشوفها من اللاعبين الأجانب بالدوري اللبناني. رائع جدا كان رودريجو لوبيز بس ما كملت معه، لأنه مثل العادة ما في أي حضور لمهاجمي الأنصار داخل منطقة الجزاء، وبينقص بكل تأكيد الدوري اللبناني الفعالية الهجومية وهز الشباك، هذا الأمر اللي عم يفتقده مباراة اليوم، عم تفتقده العديد من المباريات، عم يفتقده العديد من اللاعبين المهاجمين.
هيدا امر مطلوب من مهاجمي الانصار اليوم. يعني الكرات العرضيه اللي كنا عم نقول انه الانصار عم يفتقدها عم نشوفها بهالوقت، عم نشوف انه الكرات عم توصل الى داخل منطقه الجزاء. شفنا اول كره وصلت لمحمود كوجك، الثانيه ومرت تحت قدم لمحمود كوجك، ما قدر انه يسيب الكره، وحتى مهاجمي الانصار ما عم يقدروا انه يهزوا شباك انه يقدروا يعملوا الخطوره الكبيره على مرمى فريق راسينج. هذا امر رح يفيد كثير فريق راسينج بالدقائق المتبقيه من هالمباراه اللي هي اقل من 20 دقيقه على نهايه اللقاء. مع الكره من رامي التماس، كره باتجاهه لبول رستم، بول بيحاول يستعيد الكره، انما كرته الى خارج الملعب. رامي التماس لمصلحه الانصار، حرك الكثير محمد حمود وسط دخوله بتشكيله فريق الانصار مع محمد حمود بيلعب كره طويله باتجاه محمود كوجك، انما بريتشوز بيقطع الكره وتعود الكره لعند حسن قليط مع وسام صالح. وسام صالح اللي بيحاول يستعيد الكره لمصلحه الانصار ما بينجح بهالامر. الرسنج بيحصل على رمي التماس مع عمر حلوم، عجبني اليوم كثير عمر حلوم عم بيأدي وظيفته على اكمل وجه لاعب فريق الرسنج. ايضا مع سير سعيد، حسن قليط بيعيد الكره لعند ديريك، ديريك كرته طويله الاماميه موجود نبيل بعلبكي لا يقطع الكره، بتعود الكره لعند رودريجو. رودريجو بده يستعمل مهاراته وامكاناته، بمر بيتخلص من اللاعبين، بيحصل على خطا، بينفذ الخطا بشكل سريع بالوقت لجهاد غريب عم يطلب تنفيذ الخطا من مكانه، بتنفذ الخطا ايضا لعند محمد حمود. حمود بيلعب كره طويله اماميه بيستعيدها وسام صالح لمصلحته. جهاد غريب يؤمر بمتابعه المباراه لوجود خطا لمصلحه وسام صالح. ايضا مع الرسنج والهجمات المرتده ممكن تكون خطره مع سير سعيد. سيرج بيتقدم لوحده، سير سعيد ممكن يعمل وحده من الامور، سير سعيد ويقول انا موجود بمباراه اليوم. وسيرج عم يحصل على خطا من مكان ابدا لا يخلو من الخطوره. فرصه الرسنج لافتتاح التسجيل، فرصه فريق الرسنج اذا لافتتاح التسجيل بطاقه صفراء بالوقت اللي عم يحصل عليها راموس. العصبيه بهالوقت عند مدافعي الانصار وتحديدا عند راموس، بده ينتبه بالدقائق المتبقي من المباراة. راموس بيخسر كثيرا، راموس بيخسر فريقه جهوده بالدقائق المتبقية في حال حصل على بطاقة صفراء ثانية. وبالمباراة المقبلة ديريك موجود خلف الكرة، فرصة لمصلحة الرسنج مع بول رستم. بول بيسدد مباشرة تسديدته لبول، بتصطدم بحائط الصد وبتعود الكرة، وحوار هوائي بهالوقت. تعود الكرة أنصارية، كرة بتنقطع، ديريك بيحاول يحصل على الكرة ما بينجح بهالأمر. الحكم بشير لخطأ لمصلحة ديريك. الاعتراضات عم تكون من جمهور الأنصار على صافرته لجهاد غريب. ديريك الموجود على ارض الملعب، التدخل كان من قاسم ابو خشفي. بعرف يعني اذا مدرب الانصار زوران رح يستعين بباقر ايوب او برنس. برنس صحيح مصاب، انما يمكن بالدقائق المتبقيه يكون بحاجه له زوران. هو بالتبديل الأخير بالتأكيد مفروض يكون حاسم بالنسبة لزوران. رح نشوف مين رح يختار. أيضا محمد مهدي واحد من اللاعبين الصغار السن عم بيكون موجود اليوم، شفناه عم يقوم بعملية التحمية. محمد مهدي مواليد 97، 17 سنة فقط. هيدا أمر لافت عم نشوفه بتشكيلة فريق الأنصار مع الكرة الأمامية لمصلحة الرسنج. الفرصة والكرة الهوائية، وهناك رأي التسلل. أيضا مع الأنصار والمحاولات الأنصارية بهالوقت. نبيل بعلبكي، نبيل بيستعمل خبرته، بيلتف حول نفسه، بيعيد الكرة أنصارية مع محمد عطوي. ممكن يكون له شأن بمباراة اليوم. محمد عطوي بيلعب كرة طويلة الأمامية بتنقطع من إبراهيم أبو جبل، بتعود الكرة لمصلحة محمد مطر.
بمحاوله منه ليعيدها لمصلحه فريقه ما بينجح بهالامر مع نبيل بعلبكي. بيتقدم نبيل بعلبكي اللي وحده، نبيل بعلبكي بيحاول يمر عن درك الامور، ممكن يكون صعب، انما الكره بتعود لمصلحه الانصار، والعرضيه ممكن يكون موجوده بهالوقت مع رودريجو. رودريجو بيحاول يستعمل وحده من مهاراته داخل منطقه الجزاء. محمود كجوك شو عم تعمل يا محمود كجوك؟ شو عم تعمل بالكره الاخيره؟ من المفترض انت واحد من اللاعبين الاهم، واحد من اللاعبين البارزين اللي بيلتفوا حول نفسه اللي بيقدر يمكن يسدده، عندما بيكون ظهره موجود الى المرمى كان من المفترض انه تلتف حول نفسك تسدد مباشره. التمريره كانت قصيره جدا، اضاعت فرصه كثير كبيره على فريقك بالوقت لحسن قليط عم بنظم هجمه مرتده لمصلحه فريق راسك مع حسن قليط، انما الكره كانت بعيده عن حسن قليط، بيحمل الكره بالشكل الصحيح حسين سيد والى خارج ارض الملعب، ركله مرمى لمصلحه الانصار. الانصار اكثر وصولا الى مرمى الرسينج صحيح الامر، اكثر خطوره والاكثر صناعه للفرص، انما مهاجمي الانصار ولاعبي الانصار ما عم بيقدروا انه يتعاملوا بالشكل الصحيح مع الكرات بالوقت. سيرج سعيد، سيرج بيحاول يلتف حول نفسه، بيتقدم سيرج بمر عن محمد حمود، سيرج سعيد كرته العرضيه ومحمد حمود موجود لا يقطع الكره ليحصل الرسينج على ركنيه. الدقائق الحاسمه بمباراه اليوم أقل من 12 دقيقة على نهاية اللقاء، والنتيجة لازالت التعادل السلبي بين الفريقين. كتير مهم التعادل اليوم بالنسبة للصفويين، بالنسبة للنجماويين، والأهم بالنسبة لجمهور النجمة أنه مباراة تنتهي بالتعادل اليوم. هيدي كرة القدم، الغريم التقليدي جمهور النجمة عم يشجع الأنصار اليوم بكل تأكيد مع الركنية لمصلحة الرسنج. الركنية بتتنفذ على القائم القريب والكره بتنقطع مره جديده من محمد حمود الى خارج ارض الملعب، رمي التماس لمصلحه الرسنج. محاولات خجوله عم تكون للرسنج بهالمباراه، وايضا كره مقطوعه الى خارج ارض الملعب، ركنيه مره جديده لمصلحه فريق الرسنج. ودائما على يساره للاري مهنا يلي بده يكون منتبه بشكل كثير كبير بهالدقائق المتبقيه وخاصه مع الركنيه ومع تقدم ديريك لداخل منطقة الجزاء. الكرة بتنلعب داخل منطقة الجزاء، ديريك بتوصل الكرة عند ديريك، انما الكرة بتنقطع باللحظة الأخيرة ولا زال بريتشيوز منه ديريك، بريتشيوز المتقدم إلى داخل منطقة الجزاء، بتنقطع الكرة، بتعود الكرة أنصارية، الهجمة المرتدة، رودريجو أصبح موجود على الجهة اليسرى، رودريجو بينتظر محمد حمود، فعلا محمد حمود بيزيد على الجهة اليسرى، بيحاول يمر أو بيلعب كرة عرضية، كرة العرضية بتنقطع إلى خارج الملعب، انطلقوا بشكل سريع الأنصار نحو مرمى فريق الرسينج لتشكيل الخطورة. وهيدا امر متاح تماما بوجود لاعب مثل رودريجو، بوجود انطلاقه مثل انطلاقه محمد حمود، كان عم يفتقدها الانصار من بدايه المباراه، هذا الامر اللي كنت عم بتحدث عنه مع وسام صالح، بيلعب رمي التماس لداخل منطقه الجزاء باتجاهه لحسن الحسين، انما رودريجو بيحصل على الكره، حسن حسين لا زال عم بيكون حاضر، وايضا الكرات الانصاريه العرضيه لداخل منطقه الجزاء، ومحمود كجك بيرتكب خطا بهالوقت، بيرتكب خطأ ليريح كتير مدافعي الرسنج، ليريح كتير فريق الرسنج بهالمباراة مع الدقيقة 81. النتيجة سلبية، الضغط لازم يكون رسنجاوي، معك حق يا حسن حسين، عم تطلب من لاعبينك التقدم إلى الأمام، عم تطلب من لاعبينك الانتشار الصحيح على أرض الملعب. الكرة تتنفذ من حسن حسين باتجاه بارستوم، لما الكرة بتوصل شوفوا ملا تسديدة، تسديدة ابدا غير مسؤولة من محمد مطر، كان بالامكان افضل مما كان بكثير محمد مطر. عم نشوف الخطأ اللي كان عم يرتكبه محمود كجوك، هذا الامر اللي كنت عم تحدث عنه بالنسبة لمحمود كجوك، موجود المفروض يكون موجود امام المدافع مش خلف المدافع، ليتثنى لمحمود كجوك انه يقدر يستلم الكرات مع الكرة الطويلة باتجاه سيرج سعيد، سيرج سعيد انما الدفاعات الانصارية موجودة، كرة بتنقطع، بتعود الكرة لمصلحة الانصار مع عاصم ابو خشفي، بيحاول يمر ابراهيم ابو جبل، بيقطع الكره والحكم بيشير انه هناك خطا لمصلحه الاخضر. مع التبديل اللي توقعناه محمد باكر ايوب عم يدخل بهالوقت، واللي عم يخرج وسام صالح صاحب الرقم 20، وكلنا بنذكر هدفه لمحمد باكر ايوب، الكره الصاروخيه اللي تسددت لمحمد باكر ايوب وهز الشباك الراسنجويه بالوقت، هناك فرصه لمصلحة بول رستم، بول رستم بينتظر أحد زملائه، بول ممكن يسدد، بيسدد بول رستم تسديدته بعيدة كل البعد عن مرمى لاري مهنا. الوعد اللي وعدته فيه للاري مهنا يا بول إلى حد هالوقت ما عم تقدر وما عم تنجح أبدا إنه توفي بوعدك. بالوقت الأنصار أيضا بالهجوم
مباراة الواحد صفر مصر انه تكون مباراة الواحد صفر اليوم، في حال واحد من الفريقين رح يحصل على النقاط الثلاثة. ايضا مع محمد عطوي، محمد باكر ايوب اول لمسة للكرة، باكر ايوب كرة الامامية بتنقطع بتعود الكرة انصارية، محمد باكر ايوب لمحمود كجك، محمود كجك بيترك الكرة لعند محمد باكر ايوب، باكر ايوب بيحاول تفحى نفسه بيحاول يمر بتنقطع كرته من حسن قليط قائد الرسنج بيقطع الكرة بكل خبرة، كرة لعند عمر حلوم والكرة إلى خارج أرض الملعب مع رمية التماشي وفرامس وين أصبح موجود. يعني ضغط الأنصار عم يزداد بهالوقت، بدهم ينتبهوا كتير منيح من هالهجمات المرتدة من انطلاق سيرج سعيد اللي ممكن يكون لاذعة بالوقت الأخير من المباراة. أيضا مع محمود كجك رمية التماس بتتنفس بشكل سريع بالوقت لجهاد غريب عم بقول رمية التماس لمصلحة فريق الرسنج، منا رمية التماس لمصلحة الأنصار. يعني دقائق حاسمة شربل، دقائق ممكن تكون هي النقاط الثلاثة، ما بعرف لمين رح يكون اليوم. دقائق هي مفصلية بالنسبة لفريق الرسنج بالتأكيد، لأنه الوقت عم يمر تقيل عليه بعد ما نجح بالتسجيل مع التسديد الرائع. باكر أيوب مجددا واحد من صواريخه يلي بتنفجر عادة بأي شباك وبأي طريقة، هو سجل اليوم. باكر أيوب مكانه بالتأكيد يا زوران مش على مقعد الاحتياط، مكانه على أرض الملعب أصلا ما قبل يحتفل على مقعد الاحتياط، عم يحتفل مع جمهور الأنصار. تسديدة رائعة من لاعب رائع، من لاعب بيستحق الجمهور اللبناني يتمتع بتسديداته، مش إنه يشوفه على مقاعد البدلاء. فور دخوله شمع طوله لبل، هدف رائع جدا من محمد باكر أيوب، وبأي طريقة طريقة أوروبية بالتأكيد. هالتسديدة الصاروخية حسن الحسين ما بيقدر يعمل شيء أبدا 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 للكرة. كان شوفوا باكر أيوب استلم الكرة، السأل كبير بالنفس والصاروخ يلي انفجر إلى يساره لحسن الحسين. باكر أيوب مش مكانه على مقاعد البدلاء، مش مكانه على مقاعد البدلاء، والمكان الصح اللي راح احتفل فيه باكر أيوب والمكان الصح لأي لاعب بهز الشباك هو الجمهور اللي اجى يحضر هالفريق، اللي اجى يشجع اي لاعب. فعلا عم بياكد الامر باكر ايوب عم يهدي هالهدف للجمهور، عم بيقول بكل بساطه مثل ما قلت شربل انا مكاني بارض الملعب. هذا امر تحدثت عنه شربل انا وياك من بدايه المباراه، محمد حمود ليش موجود على مقعد الاحتياط، باكر ايوب ليش موجود، بنفهم كثير منيح. اوه يا سلام يا سلام يا سلام يا باكر ايوب يا سلام، واحد من اجمل اهداف هدف اوروبي لباكر ايوب، ممكن كثير يكون هدف الاسبوع حتى محمود. الطريقه يلي سدد فيها الدقه والقوه ايضا هي بجماليه هالهدف الرائع يلي سجله محمد باكر ايوب. عم يخلينا ننسى الدقائق الكتير يلي كان فيها اللعب ممل اليوم على ملعب بيروت البلدي بهالهدف الرائع يلي سجله، لكن كلنا عم ننسى انه الرسنج بهالهدف ممكن كتير يكون اصبح خارج المنافسة على لقب بطولة الدوري اللبناني. مع محمد حمود على الجهة اليسرى، حمود منه لمحمد عطوي، ايضا باكر ايوب من لمسه واحده، الثقه كثير كبيره اصبحت عند لاعبي الانصار، عم يتبادلوا الكرات من لمسه واحده بمساحه ضيقه. محمد تراد او احمد تراد اصبح جاهز للدخول الى ارض الملعب، كان ليبور بالا من ربع ساعه تقريبا طلب من احمد تراد انه يدخل الى ارض الملعب، لكن عاد وغير رايه، تلقى هدف لعب اوراقه. هيثم خدوش عم يخرج واحمد تراد عم يدخل مكانه بالاعاده، بيستحق الاعاده اكثر من مره ومن كل الزوايا هدفه لباكر ايوب، ولا احلى الهدف. يعني قد ما نقول ما بنكون عم نوصفه بالشكل الصحيح للهدف الرائع، للمره الثانيه هالموسم محمد باكر ايوب عم بفرجينا هدف جميل، هو هدفه الثاني وهدفه الثاني الرائع ببطوله لبنان. مع كره ايضا للرسنج، حسن قليط مقطوعه من محمود كجك، بتبقى أنصارية، الأنصار أصبح أقرب للفوز، أصبح أقرب بالوقت يلي فريق الرسنج رح يكون للمباراة الرابعة على التوالي عم يحقق نتيجة سلبية بعد ما كان فاز على الأخاء بالمرحلة ال 15، تعادل مع التضامن صفر صفر صفر، خسر مع المبرة 3-2 بعد ما كان متقدم بهدفين، وتعادل بالأسبوع الماضي مع شباب الساحل. أنصار فوز بحاجة لإله بشكل كتير كبير، رح يوضعوا بالمركز السادس مجددا ب 27 نقطة. صحيح منه مركزه الطبيعي لفريق الأنصار، لكن بالتأكيد الأنصار هو من أندية النخبة، من أندية الصدارة، من أندية المراكز المتقدمة بلبنان. مع عمر حلوم، محمود كجك عم يساعد المدافعين وعم يقطع الكرة، في حال ما كان له فعالية هجومية ليش لا تكون الفعالية دفاعية. ما بعرف إذا فينا نقول
خطأ من زوران بيسيتش انه ابقى باكر ايوب على مقاعد البدلاء او ضربة معلم من زوران بيسيتش وضع باكر ايوب على ارض الملعب تيسجل هدف مع كرة امامية. علي فياض مقطوع الكرة عند محمد عطوي. رودريجو لوبيز. رودريجو ايضا كرة لمحمد عطوي. محمد حمود. يعني بمباراة اليوم ما شفنا لاعبين متميزين بشكل كتير كبير. اذا تحدثنا اليوم عن جائزة افضل لاعب بالمباراة ما شفنا لاعبين برزوا بشكل اكبر. كتار اللاعبين يلي عملوا مجهود على ارض الملعب ان كان عمر حلوم ان كان حسن قليات سيرج سعيد من ناحية فريق الراسين رودريجو لوبيز حسين السيد راموس ولو انه اهدر ركلة جزاء من ناحية فريق الانصار لكن انا على الصعيد الشخصي بشوف محمد باقر ايوب هو نقطة التحول بالمباراة. هدفه بيكفي لانه نقول عنه كل الجمالية بالمباراة انحصرت باللاعب الرقم 20 محمد باقر ايوب. لا شك انا رأيي من رأيك يا شربل لانه بكل بساطة هو غير شكل المباراة غير اجواء المباراة وخلى فريقه يتقدم 1-0 على الرغم من تألق رودريجو بالشوط الثاني وتألق حسن حسين على مدار المباراة. انما نتيجة اللقاء هي رح تحسم لمين رح يكون يمكن افضل لاعب بهاللقاء. فعلا كان حاسم محمد باقر ايوب بتسديدته كان حاسم لعدة اعتبارات عم يخلي الانصار يعود للمركز السادس في حال انتهت النتيجة بفوزه 1-0 بالمقابل. راح يكون حاسم الامر كتير لفريق الراسينج في حال خسر بمباراة اليوم الامور راح تصير صعبة على الفريق الازرق. ابتعاده بفارق 6 نقاط عن النجمة قبل 3 مراحل على نهاية البطولة ولو انه راح يتواجه مع النجمة بمباراة راح تكون بالتأكيد مباراة كبيرة راح تكون مباراة الفرصة الاخيرة للراسينج بالدوري اللبناني هالموسم مع ركلة ركنية للراسينج يلي عم يبحث عن نفسه بمباراة اليوم. الركنية بتلعب قصيرة جدا نبيل بعلبك بيقطع حتى بالركلات الركنية فريق الراسينج 0 مثل نتيجة المباراة لانه يعني قدر يحصل على الكثير من الركلات الركنية ما قدر انه يسجل ما قدر انه يهز الشباك على الرغم من وجود لاعب مثل ديريك بيكون دائما موجود داخل منطقة الجزاء على الرغم من وجود بريتشيوز ايضا موجود داخل منطقة الجزاء يعني اللاعبين اللي بيتمتعوا بطول القامة. يمكن حديثنا محمود عم بيكون سلبي على فريق الراسينج يعني من مبدأ يعني الاستغراب بأداء فريق الراسينج. فريق عم ينافس على لقب الدوري اللبناني ما مفروض يكون عم يلعب بحذر ما مفروض يكون فريق مثل الأنصار يلي يعني بمرحلة انتقالية فينا نقول هالموسم عم يفرض حضوره وشخصيته على فريق الراسينج. من المفروض على فريق الراسينج كان يكون هو المبادر بالهجوم المبادر بالتسجيل هو صاحب 3 نقاط بمباراة اليوم مع رودريجو لوبيز مع لمحة جديدة وتسديدة من محمد عطوي بعيدة هالمرة. 4 دقائق من الوقت المحتسب بدل عن ضائع رح نشوف إذا الراسينج رح ينجح بهالدقائق الأربعة بتسجيل هدف التعادل. بعرف إذا فينا نسميه هدف ثمين رح يكون لفريق الراسينج لأنه نقطة أفضل من مشي مع باكر أيوب بيبعد الكرة بتوصل لحسن الحسين. أنا ما بستغرب إذا فريق الأنصار كان عم يضيع الدقائق بالمباراة لكن بستغرب مثلاً بفترة من فترات المباراة كان حسن الحسين عم يضيع الدقائق لاعبي الراسينج عم يضيعوا الوقت وكأنه النتيجة من مصلحتهم. مع سيرج سعيد على الجهة اليسرى بيلعب الكرة عالية جدا عالية وبعيدة توصل لأحمد تراد. أحمد تراد بحاول يحافظ على كرته تبقى مع عمر حلوم يلي بيلعب الكرة عرضية لبرز تبقى تزيد جول. زمان يا بورستم زمان يا بورستم زمان وعدت ووفيت بوعدك للاري مهنا ومرة جديدة عم تهز شباكه. هدف رائع هدف رائع جدا الكرة العرضية كانت من عمر حلوم وتسديدة على الطاير. ليه عم نقول زمان بول رستم من الموسم الماضي من اياب الموسم الماضي عندما سجل ثنائية بمرمى التضامن صور ما نجح بهز الشباك ابدا. فترة الصيام طويلة خلصت فترة الصوم عند الطوائف المسيحية خلصت فترة الصوم عند الطوائف الإسلامية لكن بول رستم كان بعده صايم وفك صومه اليوم وسجل أول أهدافه ببطولة لبنان. كلنا منتذكر بالموسم الماضي 5 أهداف كان سجل 1 بمرمى الأنصار كان أولهم قبل ما يسجل بمرمى الغزية التضامن
وايضا مره جديده بمرمى التضامن بالاياب مع ايضا كره قصيره خطره جدا عند محمد عطوي، والكره عم تخرج من عطوي. ما بعرف الامور شو راح تكون بالدقيقتين الاخيرتين من اللقاء يا محمود. مره جديده عمر حلوم وعلى الطاير بورستوم لاري مهنا اكتفى بالتفرج عليها. يا سلام، يعني فعلا ما الاهداف اليوم شفناها بمباراة اليوم من ناحية باقر ايوب ومن ناحية بورستوم بطريقة جميلة جدا. كان عم بيهز شباكه للاري مهنا بطريقة جميلة جدا بوقت صعب من المباراة، لانه الرسنج عنده فرصة كتير كبيرة انه يخطف النقاط ثلاثة. يعني صحيح انه تحدثنا عن افضل لاعب بالمباراة، وانا شخصيا كنت قلت حسب نتيجة المباراة، عندما كانت نتيجة المباراة هي تقدم الانصار 1-0 بالتأكيد رأيي هو باقر ايوب هو افضل لاعب بالمباراة، انما مع تغير نتيجة المباراة الامور تغيرت تماما. ممكن بور رستم يدخل بقوة بعد هدفه الجميل اللي سجله هدف التعادل، وايضا حسن حسين، يعني فعلا باتجاه بور رستم ممكن الامور تكون محسومة مع الكرة العرضية بالوقت الأنصارية داخل منطقة الجزاء، إنما الكرة بتمر عن الجميع وعم بتعود الكرة الأنصارية مع محمد حمود. حمود بيعكس الكرة مرة جديدة لداخل منطقة الجزاء، فرصة لمسحة الأنصار، شو هاللمحات اللي عم نشوفها بالدقائق الأخيرة من المباراة، شو هاللمحات وشو هالكرات وشو هالتسديدات، فعلا أكروباتية على طريق دبل كيك، أوه بطريقة ممتازة جدا. شوفوا الخطأ من حسن حسين، كاد انه يكلف فريقه هدف الفوز للانصار، كاد انه يكلف فريقه هدف من خلاله يخسر نقطتين. على كل احوال المباراة عم تتابع، الدقيقة 94، 4 دقائق من الوقت المحتسب بدل عن ضايع، متبقي منهم ثواني قليلة مع رودريجو، ايضا محمد حمود، غيروا الكثير بتشكيلة الانصار، حمود، باقر ايوب وعطوي، هول الثلاثي عملوا الكثير على ارض الملعب، غيروا شكل الانصار، اعادوا الروح للانصار، اعادوا الانصار للتقدم بالمباراه عندما كانت النتيجه سلبيه، انما بور رستم كان عنده راي اخر ليعادل النتيجه. وبهالوقت اذا جهاد غريب عم يعلن عن نهايه احداث اللقاء بالتعادل الايجابي، التعادل المثير باللحظات الاخيره من اللقاء. اذا فاصل اعلاني ومن ثم رح نروح بهالوقت اذا الى متابعه بالوقت رح نتابع بالتاكيد بعد نهايه اللقاء برنامج اوفسايد مع الاستاذ حسن شراره. الوقت رح ننتظر اذا جائزه افضل لاعب مع الزميل ايلي الاسيس. Yeah.